بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من استوديو التحليل لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع 26 من عمر الدوري العام المصري. وقبل ما ندخل في أجواء المباراة، عايزين نتكلم عن ذكرى ميلاد رمز من رموز الكرة المصرية، رمز من رموز الأهلي العظماء. النهاردة تحل ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق وأسطورة القلعة الحمراء. كابتن صالح اتولد في 11 سبتمبر سنة 1930، يعني النهاردة فات على ميلاده 90 سنة بالظبط. قضى حياته كلها في خدمة النادي الأهلي. الكابتن صالح التحق بناشئ النادي الأهلي سنة 1944، ولما كان عنده 17 سنة بالظبط خاض أول مباراة له بقميص النادي الأهلي، وكانت مباراة ودية قدام النادي المصري وفاز النادي الأهلي 2-1. كابتن صالح كان لاعب من تراث فريد جدا، ساهم في تحقيق العديد من الانجازات مع المارد الاحمر. وبالصدفه النهارده مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي شهدت في موسم 57 58 اكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين، وكان من نصيب الاهلي طبعا عندما فاز بثمانيه اهداف نظيفه، وهي المباراه التي شهدت تالق الكابتن صالح سليم واللي سجل فيها رقم قياسي لم يقترب منه احد في تاريخ الكره المصريه في بطوله الدوري حتى الان، بعدما سجل 7 أهداف في المباراة دي. هو أيضا إداري رائع، تولى العديد من المناصب حتى وصل لرئاسة النادي. أشهر رؤساء الأندية في تاريخ كرة القدم المصرية والأفريقية والعربية. كابتن صالح سليم مؤسس فلسفة الكرامة، مؤسس فلسفة الأهلي فوق الجميع. وبعيدا عن كرة القدم، فهو من أبرز الرياضيين في تاريخ مصر الذين نجحوا في عالم السينما. حكايات كتيرة وكواليس رائعة كلنا عشناها مع الكابتن صالح سليم. فالكابتن صالح سليم كمان أنا بالنسبة لي أنا كان أب، ويمكن من ساعة ما دخلت النادي الأهلي سنة 84، وكان لي بعض المواقف معايا هذكر منها 3 مواقف بالتحديد. يمكن أول ما رحت النادي الأهلي سنة 84، كابتن صالح صمم إن أنا قبل ما أوقع العقد إن هو يقابلني في مكتبه في الزمالك. رحت وكان معايا والدي وقال لي بالظبط كده، ازيك عامل ايه كويس، انا يا ابني سمعت عنك وجيت ماتش عشان اشوفك بس لقيتك ايه مش عارف، قالوا لي عنده انذارين ولا مصاب فما شفتكش، قالوا لي عنك كلام كويس، وبعدين سمعت بقى ان انت مش عارف بتقول ان مش عارف ده مين هيديني كام وده هيديني كام، انا عايز اسالك سؤال واحد بس، انت دلوقتي جاي عشان النادي الاهلي ولا جاي عشان الفلوس؟ الكلام ده كان سنه 84 بالظبط. قلت له لا يا كابتن طبعا انا جاي عشان النادي الاهلي، لو ما كنتش جاي عشان النادي الاهلي ما كنتش جيت لحضرتك هنا. يعني انا كانت الاجابه حاضره، ولكن هو قال لي بالظبط الكلام ده سنه 84، ما كانتش الفلوس زي اليومين دول. قال لي الاهلي ولا الفلوس؟ بص انت لو جاي عشان الاهلي هتعمل فلوس. النادي الاهلي هو اللي بياخد البطولات، لو لعبت في النادي الاهلي هتروح منتخب مصر، لو لعبت في النادي الاهلي هتبقى مميز وهتبقى الكاميرا عليك وكل حاجه هتجيلك من خلال النادي الاهلي. فانا قلت له طبعا النادي الاهلي، كان سنه 84 الكلام ده، يعني لو كان عايش دلوقتي والكلمه دي موجوده كان زماننا يعني بنتكلم عن الكابتن صالح لحد النهارده. التاني موقف كان مع الكابتن صالح، ويمكن دي اول مره اقولها واول مره ناس كتير تعرفها، يمكن بعد ماتش الاهلي والزمالك سنه 92 في كاس مصر اللي احنا كسبناه 2-1، وكان ليا الشرف ان انا جبت الجولين في المباراه ديت بعد ما كنا احنا خسرانين الدوري وخدنا الكاس. فالجمهور يمكن من الاستاد لحد ما وصلنا النادي الاهلي تقريبا ورانا وقدامنا وجنبنا واحنا ماشيين، لدرجه ان احنا وصلنا النادي تقريبا في 3 ساعات. فجيت انا وكام لعيب كده نزلنا قبل النادي بشويه عشان نروح بيوتنا، يعني لان الدنيا كانت زحمه قوي. اتاري ان في مجموعه من الجمهور فتحوا لهم الملعب مختار التتش ودخلوا الناس في المدرجات، وكان الكابتن صالح هناك كان مبسوط وفرحان. المهم لما جه الاتوبيس بتاع اللعيبه فهو سال عليا قال لهم فين ايمن شوقي؟ فقالوا له ده نزل، فبيقولوا لي ان هو زعل يعني. فالمهم لقيته هو ما كلمنيش بعد الماتش، ما كلمنيش، انما بعت لي رساله مع احد الاصدقاء وقال لي انا كنت مبسوط وفرحان بعد الماتش لما كسبنا 2-1 وانت اللي جبت الجولين، وكنا منتظرينك في النادي وانت ما جيتش، والجمهور اللي جه في النادي ده ليه حق عليك انك انت تفرحه وتفرح معاه، فانت قصرت مع الجمهور. الرساله دي كان سنه 92،
يعني ما قدرتش اقول للكابتن صالح حاجه غير ان انا برضو اعتذرت على الحركه اللي انا عملتها اللي انا غصب عني، لان انا ما كنتش اعرف ان في جمهور في النادي. ولكن هو بص لايه؟ بص لحته ان الجمهور ليه حق عليك كلاعب، حتى وانت بتفرحه لازم يفرح معاك. والمره الثالثه والاخيره، ودي مش حاجه لان انا اقولها، المره الثالثه كنت انا غلطان. المره الثالثه والاخيره كنت رحت للكابتن صالح، حاولت الاول ان انا اكلمه علشان يبقى النادي الاهلي طرف في مباراه اعتزالي، ولكن الكابتن صالح في الاول كان رافض ان هو يقعد معايا. وبعد كده كلمت المهندس عدلي القيعي، وكان هو الوسيط بيني وبينه، وخدت ميعاد مع الكابتن صالح. رحت له برضه في نفس المكتب اللي انا رحت له فيه سنه 84، وده كان اخر لقاء بيني وبين الكابتن صالح. قال لي بالظبط، يعني بالظبط كده 15 دقيقه الكابتن صالح تأديب وتهذيب فيا، 15 دقيقه وانا ساكت ما بتكلمش. فبعد 15 دقيقه هو كان وصل له كمان حاجه ان انا قلتها، بس انا ما قلتهاش يعني، وقلت له يعني ان انا ما قلتش الكلام دوت، حضرتك عندك حق في كل الكلام اللي حضرتك قلته، ولكن انا بني ادم ممكن اصيب واخطئ، ولكن انا فعلا في الفتره دي كان لازم ان انا ما اعملش الكلام دوت، وان انا خلاص يعني مش فارق قوي سنه او سنتين زياده، ولكن كنت بطلت في النادي الاهلي. انما هو بالظبط قسى عليا 15 دقيقه، انا حسيت فيهم بقسوه الاب وحنان الاب بعد كده. يعني هو في الفتره دي في 15 دقيقه بالظبط تاديب وتهذيب من الكابتن صالح ليا، وانا ما بتكلمش، انا ساكت بس. وفهمته بس بعد كده ان الحاجتين اللي هم وصلوا له كان اكيد عن طريق خطا، لان انا ما قلتش الكلام دوت. وفعلا قلت له ان في ناس كانت يعني متواجده، مش متواجده في الحدث، بس وصل لها الكلام اللي اتقال، ومنهم الاستاذ عبد المجيد نعمان والمهندس عدلي القيعي، وكان الله يرحمه الكابتن عماد اليماني. فهو بعد ما القعده دي خلصت ما قاليش اي حاجه، يعني ما وعدنيش باي حاجه، قال لي ان شاء الله ربنا يسهل كده بكل صرامه. فهو بعد كده تاني يوم بالظبط لقيت المهندس عدلي القيعي بيقول لي تعالى في النادي الاهلي عايزك، فقال لي المايسترو وافق ان النادي الاهلي يكون طرف في ماتش اعتزالك. هو قال لك ان هو زي ابوك بالظبط، وانت ابن من ابنائه، وانت عرقت في النادي الاهلي وتعبت في النادي الاهلي، وهو مصدق الكلام اللي انت قلته، ولكن كل بني ادم بيخطئ، وهو سامحك ووافق على ان النادي الاهلي يلعب ماتش الاعتزال بتاعي. فدي كانت من ضمن الثلاث حاجات اللي انا ما انساهمش عن الكابتن صالح. دايما هو كان القائد والمثل الاعلى لجميع اللاعبين. تتعاقب الاجيال وتظل الرموز دائما خالده. رؤساء الاهلي امتداد لبعض، ودايما الكل يسعى لخدمه الكيان، لخدمه النادي، خدمه النادي الاهلي وجمهوره، والحفاظ على مبادئه في الاهلي. رايه النجاح بيتسلمها جيل بعد جيل، ورمز ورا رمز، حتى اصبح الاهلي واحد من اكبر انديه العالم. تحيه لروح الكابتن العظيم المايسترو صالح سليم، اللي عاش حياته كلها راجل واضح وحاسم وصارم وناجح وصالح وسليم. وبالشمال يلا يا صالح، يلا يا صالح. تكتبوا تاريخ كرة القدم في العالم. صالح سليم مشي ماشية في غاية العظم، وشاط شوطة في غاية العظم، جت في الخشبة ورجعت. حط الكورة في الجول زي ما شفت. اتكلمنا عن الكابتن صالح سليم ومبادئ الأهلي، نروح بقى للصورة الرائعة والمشرفة والمفرحة اللي شفناها امبارح في ملعب مختار التتش وتكريم كابتن مؤمن زكريا، وهي دي مبادئ الأهلي. يمكن احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات او المباراه اللي فاتت عن الكابتن مؤمن زكريا، ودعنا له ان هو ربنا يكرمه ويوفقه ويرجع لنا تاني احسن من الاول، ولكن هي دي مبادئ النادي الاهلي اللي دايما بيحافظ بيها على اولاده. الاهلي اللي في المواقف الصعبه دايما بيكون متواجد بصوره رائعه، ومظاهره حب لواحد من ابناء القلعه الحمراء اللي بيعشقه الكيان، كابتن مؤمن زكريا. ربنا يشفيك يا مؤمن وترجع احسن من الاول، كلنا معاك وبنحبك وفي ظهرك لحد ما ترجع تاني وتشارك ان شاء الله في التدريبات وتفرحنا باهدافك الرائعه زي ما فرحتنا قبل كده. مؤمن اسعد الجماهير كتير جدا، وده وقت رد الجميل. وامبارح كان يوم الوفاء للنجم العظيم مؤمن زكريا،
شفنا كل مبسوط في النادي الاهلي وفرحان وبيحاول يدعم مؤمن ويسانده رغم ان كل موجوع من جواه ونفسه مؤمن يرجع تاني يقود الملك الاحمر للانتصارات. المؤمن قادر على تخطي المحن الصعبه وترجع قريب تنور المستطيل الاخضر. طبعا مشاهد مؤثره جدا وطبعا فكرتنا بمؤمن، ويمكن انا كان ليا الشرف ان انا اتقابلت مع مؤمن في امريكا الفتره اللي فاتت لما كان جه الفتره العلاج، وشفت منه روح حلوه قوي قوي، يعني راجل كان راضي بقضاء الله وقدره وكان بسيط جدا رغم من ان انا يعني حاسس بيه. يمكن انا عشت شويه الاجواء دي في فتره صعبه عليا، انما كان يعني بسيط جدا، بيضحك مبتسم، كل ما اقول له حاجه يقول لي ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يسهل ويبقى الامور احسن، ان شاء الله ارجع زي الاول. يعني كانت روحه بسيطه، وان شاء الله باذن الله مؤمن يرجع لنا احسن من الاول. نروح بقى لاجواء المباراه، والنهارده مواجهه مهمه جدا بين نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي في ختام مباريات الجوله 26 من الدوري المصري الممتاز. ماتشات الفريقين دايما ما تشهد مباريات متعه واثاره ونديه. في لقاء الدوري الاول الاهلي نجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف احرزه وليد سليمان في الدقيقه 77 من عمر اللقاء. وهناك طبعا تفوق واضح للمارد الاحمر في تاريخ المواجهات، حيث تقابل الفريقان من قبل في 116 مباراه. نجح خلالها المارد الاحمر في الفوز ب 60 لقاء، وتمكن الاسماعيلي من الفوز ب 22 مباراه، بينما حسم التعادل نتيجه 34 مواجهه. وحافظ الاهلي على شباكه نظيفه امام الاسماعيلي في 56 لقاء، وسجل 169 هدف، بينما خرج الدراويج بشباك نظيفه في 24 لقاء، ونجح في هز شباك الاهلي ب 94 هدف. الاهلي بيدخل مباراه النهارده بحثا عن الفوز ومواصله الانتصارات، وزي ما انتم عارفين النادي الاهلي عنده رغبه كبيره في حسم الدوري مبكرا، وخلاص ما فاضلش غير 6 نقاط ونحسم البطوله ان شاء الله، البطوله المفضله للمارد الاحمر، ونحتفل كلنا مع بعض بالدرع رقم 42. ومع اصرار اللاعبين للفوز باللقب مبكرا، هناك اصرار من جانب اخر عند المنافس اللي عنده نفس الرغبه في حسم الاهلي للدوري مبكرا بدري. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن اجواء ما قبل المباراه والكواليس، هنروح لشبكه مراسلينا كريم من فندق قائم كريم احمد من فندق اقامه الاهلي، ومحمد توفيق من ملعب المباراه. برحب في البدايه كريم، برحب بيك على شاشه الاهلي، وعايزين نعرف ايه اخر الاجواء عندك. كل التحيه ليك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، وبرحب طبعا بكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر النهارده ومتعطش يشوف اول 3 نقاط من الست نقاط المتبقيه لحسم لقب بطوله الدوري العام. يعني ان شاء الله باذن الله دعواتنا للاعبين والجهاز الفني النهارده، بنتمنى نشوف الاصرار والجديه والعزيمه وشخصيه النادي الاهلي، كل الامور دي نشوفها في 90 دقيقه النهارده، هتفرق معانا بشكل كبير جدا نقدر ناخد 3 نقاط اولين، ثم ان شاء الله مباراه الاتحاد السكندري القادمه تكون مباراه التتويج لفريق النادي الاهلي. لكن لو بطمنك كابتن ايمن كالعاده طبعا على الاجواء الكواليس الخاصه فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه النهارده، طبعا يوم اعتيادي لفريق النادي الاهلي، احنا عارفين النهارده الجمعه بدا اليوم بصلاه الجمعه، لعيبه النادي الاهلي توجهت جميعا الى احد المساجد القريبه هنا من فندق الاقامه، وعقب انتهاء صلاه الجمعه مباشره عادت الى فندق الاقامه. النهارده كالعاده طبعا يعني افطار صباحا بيكون 10 صباحا، وجبه غداء 2 ظهرا، ومحاضره فنيه اخيره في هذه اللحظات. يعني اقدر اقول لك ان بالفعل مستر ريني فايلر مع اللاعبين في المحاضره الفنيه في هذه اللحظات، بيحط بقى الرتوش الاخيره والتشكيل اللي هيخوض بيها هذه المباراه. الامور كلها مطمئنه بشكل كبير جدا، يعني النادي الاهلي مركزه ومعنوياتها مرتفعه، عندها هدف كبير جدا طبعا، الهدف الاول هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، والهدف الثاني النهارده اداء ونتيجه ان شاء الله نشوفه في مباراه اليوم. عارفين ان فريق الاسماعيلي عنده دوافع كبيره، ما بنتكلمش على الترتيب، ما بنتكلمش على كل الامور دي، لكن بنتكلم ان فريق الاسماعيلي عنده رغبه كبيره، فيمكن ده اللي اكد عليه مستر ريني فايلر بعدم الاستهانه بهذه المباراه. لابد يكون مركزين بشكل كبير جدا، وده اللي بنعمله النهارده في مباراه اليوم من لاعبي النادي الاهلي. النهارده طبعا كالعاده الجوله 26 من بطوله الدوري العام، النادي الاهلي هو منظم هذه المباراه، احنا عارفين مباراه الاسماعيلي، مباراه الاتحاد، مباراه المصري بتكون على استاد برج العرب، لكن تنظيم النادي الاهلي، فاكيد ما بنتكلم على تنظيم النادي الاهلي، الامور كلها ان شاء الله تمشي بشكل رائع ومميز كعاده تنظيم النادي الاهلي. النهارده كالعاده طبعا عندنا غيابات عديده، لكن عندنا لاعبين عايدين اكيد طبعا، يعني الخبر اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي هو تواجد محمود عبد المنعم كهربا في قائمه هذه المباراه.
انتهت خلاص العشر مباريات بمباراه حرس الحدود الاخيره. النهارده كهربا متواجد في قائمه المباراه، بنتمنى مع سير المباراه ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق فيها، ياخد بقى جرعه من المباراه اليوم. يعني انت عارف يا كابتن ايمن بخبرتك الكبيره مهما كانت التدريبات هي المباريات هي اللي هترجع كهربا وغير كهربا ان شاء الله لفورمه المباريات، لان عندنا منطلق افريقي كبير جدا ومباراه افريقيه على غايه فيها الاهميه. بنتمنى يكون كل اللعيبه جاهزه ان شاء الله في هذه المباراه وعلى راسهم بالتحديد كهربا. غيابات ايضا كمان للرؤيه الفنيه، صالح جمعه طبعا ومحمد شكري ومحمد فخري رؤيه فنيه لمستر ريني فايلر، ويستمر ايضا كمان للتاهيل حسين الشحات ومحمد محمود. ان شاء الله باذن الله نامل ان خلاص بقى مرحله التاهيل بالنسبه لحسين الشحات هانت بشكل كبير جدا، محمد محمود هانت معاه ان شاء الله الفتره اللي جايه. كل اللعيبه دي باذن الله النادي الاهلي عايزينه في مباراه يدخل بقى جاهز، وكل اللعيبه تكون جاهزه ان شاء الله في المباريات القادمه. كل الامور ماشيه بشكل مطمئن وماشيه بشكل جيد جدا، رغبه كبيره النهارده للفوز باذن الله زي ما اكدنا وقلنا، 6 نقاط هيفرقوا مع النادي الاهلي ويقدر ان هو يحصد لقب بطوله الدوري العام لقب 42. النهارده تكون البدايه، ويوم الاتحاد السكندري باذن الله مباراه يوم الاثنين ان شاء الله يكون هو يوم التتويج لفريق النادي الاهلي. وكالعاده اكيد يا كابتن ايمن هنتابع من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل الكواليس والاخبار سواء في فندق الاقامه، وصلنا ان شاء الله لملعب المباراه ننقل لك برده الاجواء هناك ونقول التشكيل ان شاء الله ليخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه. عوده ليك يا كابتن ايمن، ولو فيها استفسارات اتفضل يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كريم، ومن فندق الاقامه نروح لملعب المباراه والزميل العزيز محمد توفيق. ايه اخر الاخبار عندك يا محمد؟ مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الدوري العام المصري ومباراه الاهلي والاسماعيلي في اطار مباراه الاسبوع 26 من الدوري الممتاز. يمكن مباراه اليوم النادي الاهلي برغم انه بيدخل المباراه في المركز الاول ب 68 نقطه وبيواجه الاسماعيلي صاحب المركز العاشر ب 30 نقطه، الا ان مباراه الاهلي والاسماعيلي تبقى مباراه قويه لا تغيب عنها المتعه ولا ينقصها الاثاره، فهي مباراه بين اكبر يعني ناديين من اكبر الانديه في مصر والوطن العربي، مباراه جماهيريه تنتظرها جميع الجماهير المصريه مش بس جمهور النادي الاهلي. فيما يخص الاجواء داخل الملعب هنا، يمكن ارضيه الملعب في حاله جيده هنا داخل استاد الجيش ببرج العرب. درجه الحراره النهارده في الاسكندريه درجه مناسبه جدا لمباراه كره قدم نتمناها تخرج مباراه قمه تليق باسم الفريقين. الاجواء هنا كلها يعني تبشر ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه جميله داخل الملعب. يمكن تعزيزات امنيه مشدده مع التاكيد على عدم السماح بتواجد اي شخص غير مسموح له التواجد داخل ملعب المباراه. يمكن اول الحاضرين كان لملعب المباراه النهارده كابتن ايمن كان طاقم التحكيم بقياده الكابتن محمود عاشور ومساعدينه محمد محمود لطفي مساعد اول وعمر فتحي مساعد ثاني واحمد عبد الله حكم رابع وحكام الفار محمود ناصف ومحمود ناجي. كل الاجواء هنا زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله تبشر ان احنا هنشوف مباراه تليق باسم الفريقتين الاهلي والاسماعيلي بغض النظر عن الترتيب، تبقى مباراه كبيره بين ناديين كبار. ان شاء الله نشوف مباراه كبيره النهارده ويبقى اول 3 نقط من ال6 نقط المتبقيين للنادي الاهلي، وان شاء الله المباراه القادمه امام الاتحاد ومباراه التتويج بدرع الدوري الثاني وال40. الكلمه ليك كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق، واكيد متواصلين مع بعض لحد نهايه اللقاء. قبل ما نروح لفاصل نستقبل ضيوفنا الكباتن الكبار اسامه عرابي، محمد يوسف، عادل مصطفى، هاني العجيزي، بنشكر بنك سايب على احتفاله بالفائزين بتيشيرت الاهلي، ودي اول مره بيتيح فرصه لجمهور الاهلي لزياره استاد الاهلي وانتظروا مفاجآت تانية كتير جدا مع بنك سايب. نشوف فرحة الفائزين ومن بعده فاصل نرجع نستقبل ضيوفنا الكرام إن شاء الله. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا النهاردة لكم استوديو التحليل الكبار كابتن أسامة عرابي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أيمن الله يخليك. كابتن محمد يوسف أهلا وسهلا بك. أهلا بك كابتن. أهلا وسهلا. كابتن عادل مصطفى منورنا، اهلا وسهلا بيك. حبيبي يا كابتن، اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن هاني العجيزي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن هاني. يمكن في البدايه كنا بنتكلم على ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم، واكيد طبعا يا كابتن اسامه عرابي انت ليك ذكريات كتير مع الكابتن صالح. انت ما اعرفش عاشرته كلاعب الاول ولا ما عاشرتوش كلاعب؟ حضرته كلاعب. حضرته الاول كلاعب. خمسينات وستينات. الله يرحمه كابتن صالح، طبعا حاجة من الشخصيات الجميلة جدا 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 اللي انت تقابلها، ربنا يرحمه ويغفر له. طبعا لنا مواقف كتيرة جدا معاه، يعني انا من في النادي من 81 فحضرت كل فترة رئاسته. كان طبعا الفريق المرتجي قبليها وبعدين كابتن صالح. مواقف كتيرة جدا في ماتشات كان بيحضرها لنا، ازاي بيوجهنا قبل الماتشات، مواقف كتيره جدا معاه بحكم ان انا لعبت كتير في النادي. انت عارف كان ليه مكان خاص في قعدته، لما بتخش من باب النيل بيبقى
قبل المكتب بتاع مدير النادي بيبقوا قاعدين شله كده على اليمين. مزبوط. كتير جدا كنت اروح اقعد معاه. فليا ذكريات كتيره جدا معاه طبعا الله يرحمه، مواقف كتيره جدا عشناها في قرارات كان بيتخذها. هل كان ليك مواقف شخصيه بينك وبينه؟ اول موقف نهائي بطوله افريقيا سنه 83، انا كنت اول ماتش افريقي ليا كان نهائي بطوله افريقيا، وكان المفروض الاساسي كابتن ربيع ياسين اللي هو كوتوكو. كوتوكو ده كابتن صالح كان رئيس النادي وكان طالع رئيس البعثه. ده هناك هناك. أيوة. هناك احنا كنا طبعا البطوله خدناها في 82 الاول، ولعبنا كوتوكو في النهائي تاني سنه برضو. أيوة. اللي هي 83. وكنا تعادلنا هنا في المباراه الاولى 0-0، انا ما لعبتهاش. ورحنا هناك ربيع ياسين هو كان الباك الليفت الاساسي طبعا بتاع النادي. أيوة. اتصاب، فكابتن محمود الجواري يعني طلب مني ان انا العب باك شمال. وانا اصلا وسط ملعب يعني. أيوة. وقعد معايا فعلا ووجهني وكده ولعبت. كان عندهم لعيب كويس قوي جناح يمين اسمه جون بانيرمان، وكانت فرقه تقيله قوي يعني. كوتوكو كان من اشرس الفرق في الفتره دي. مزبوط. يعني مع الاهلي والزمالك. صحيح. ومولديه الجزائر، ففي طبعا الخريطه اتغيرت شويه. كوتوكو بعد، لكن كوتوكو ده كان في الثمانينات حاجه. صحيح. المهم انا ابتديت المباراه ديت ولعبنا، وللاسف خسرنا اللقاء ده 1-0 وخسرنا البطوله. طبعا كل الناس كانت زعلانه جدا بعد اللقاء. الكابتن صالح ما انساش الموقف ده معاه. نزل، كان نزل الاوضه وكان زي ما قلت لك رئيس النادي ورئيس البعثه، فاتكلم يعني وهارد لك والخساره مش عارف ايه. وبعدين في عز ما هو متضايق قال ما انساش طبعا أشيد بأسامة عرابي، لاعب هيبقى كويس للنادي ومكسب لينا، ورغم خسارتنا البطولة احنا كسبناه النهاردة. فدي فضلت علقة في ذهني لأن كان أول مباراة إفريقية ألعبها. أيوة. ونهائي وخسرناه. فدي من المواقف طبعا اللي ما انساهاش للكابتن صالح. وطبعا بعد كده توالت بقى المعرفة والقعدات، سواء في بقولك في ماتشات رسمية أو في معادات وديه كده مع مجموعه من اصحابه في 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 جنينه النادي او في في التراس او كده. فحاجات كتيره جدا يعني عشتها معاه يعني الله يرحمه. هو كان قيمه تاريخيه لا تعوض. طبعا طبعا طبعا. واداري من الدرجه الاولى وشخصيه فذة. وحتى يمكن الفيلم او الفيلمين ثلاثه اللي عملهم ومنهم طبعا الشموع السوداء عالق في ذهن الناس، بس مش من ناحيه كمان ناحيه الكوره والناحيه حتى حتى الفيلم ده عالق في اذهان الناس. هو كان شخصيه هو كاريزما. عمل دور كويس على فكره في الفيلم ده، ولو ان هو ما كانش راضي عن نفسه خالص. طبعا. لا هو كان كاريزما يعني. مزبوط. كان ليه كده حاله الله يرحمه ويغفر له يعني. الله يرحمه. كابتن محمد يوسف، اكيد كان ليك مواقف وذكريات كتير مع الكابتن صالح سليم. طبعا يعني هو علامة الله يرحمه، طبعا علامة بارزة جدا في تاريخ الرياضة المصرية كلها، يعني مش في النادي الأهلي بس. هو علامة بارزة ومرجعية كبيرة جدا وفترة طويلة جدا حتى الآن في النادي الأهلي. بيقول لك الله يرحمه كابتن صالح كان بيقول كذا، الله يرحمه كابتن صالح كان بياخد قرارات في الموقف الفلاني كذا. فدي طبعا يعني عايز أقول حاجة من الحاجات اللي زرع فينا حب واحترام النظام في النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، وشفناه ازاي بيتصرف، وشفنا ليه مواقف كتيره جدا معانا كفريق اول. يمكن انا طلعت فريق اول طبعا كانت بعد الكابتن اسامه 89 مع ديتريش فايتسا، واستمريت سنوات طبعا لغايه يمكن 99 لما احترفت في تركيا. فكان ليه اجتماعات يعني. هي بص انا عايز اقول حاجه، ان برضو كلام الكابتن صالح ونصايح الكابتن صالح لما كان بياخد لاعب يكلمه او يجي يقعد مع الفرقه ويتكلم معاها وكده، على قد ما هي قليله بس قويه وفيها يعني. كل ما الزمن يمشي بيه كل ما تلاقي ان كلامه هو الصح. صحيح. وكان ليه مقوله كابتن اسامه، تفتكر كابتن ايمن لما كان بيجي يجتمع معانا في الفندق وفي المعسكر كان يقول لك اوعى تتنرفز في المباراه، اوعى تتعصب، مالكش دعوه بالحكم. صح. واوعى تتنرفز واوعى تتعصب، عشان لو انت اتعصبت او اتنرفزت مش هتعرف تفكر ومش هتعرف تلعب بادائك اللي انت معروف عنك او تطلع احسن حاجه عنك. فعلا لما الواحد فضل وكبر وبقى مدرب بقى وبتاع، العصبيه دي اكتر حاجه تخسرك ماتشات سواء كلاعب او مدرب او مسؤول عموما يعني. فالله يرحمه طبعا كان مرجعيه. ليه مواقف كتيره وليه علامات كتيره جدا، وكابتن صالح محتاج حلقات وحلقات
وفي نفس الوقت كمان انا كنت بلاحظ من قوه شخصيته يا كابتن ايمن، من قوه شخصيته كان لا يتاثر بالاعلام او الجمهور او يعني خلي بالك احنا النهارده بنقول ان في سوشيال ميديا وضغوط وبتاع، لكن برضو زمان كان في ضغوط بس مختلفه. مزبوط. يعني كان في ضغوط ان عندك ممكن مباراه تلاقي فيها 80,000 في الاستاد، كان عندك جرايد بتتكلم، كان عندك، فهو كان لا يتاثر. يعني هو كان شخصيه من الشخصيات القويه، بيدرس بيشوف قراراته جوه الغرف الغرفه في الاجتماعات وبيطلع بالقرار، ما بيحسبش ردود الافعال، ما بيحسبش هو خد القرار الصح مع المستشارين بتوعه مع مجلس اداره، سواء حاجه خاصه بالكوره يبقى لجنه كوره، حاجه خاصه بالنادي يبقى مجلس اداره وهكذا، وكان بياخد قراراته يعني دون تاثر بقى ايه اتجاه العام ايه والحاجات دي. فده طول عمر النادي الاهلي ماشي كده، وحتى الكابتن حسن وبعدين كابتن خطيب والرؤساء كلهم اللي مسكوا متتاليين كانوا شغالين بالمنهجيه دي، بس كابتن صالح كان هو اللي زرع الحته دي وهو يمكن يعني الاستاذ في الحته دي. فطبعا يعني ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته، وفي نفس الوقت كمان يعني فعلا مرجعيه كبيره جدا ومرجعيه محترمه جدا، وحاجه يتشرف اولاد النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي وكل من عمل في النادي الاهلي او مثل النادي الاهلي ان ايقونه النادي بتاعته او رئاسه النادي بتاعته هو كابتن صالح سيد. هو كمان كان ليه اراء في بعض الاوقات يمكن تنور لك الطريق في طول حياتك. طبعاً. يعني عملها مع ناس كتير جدا فينا، يعني انا اثرت فيا بعض ارائه لمده طويله يمكن. وكابتن عادل اكيد انت كان ليك بعض المواقف الشخصيه مع كابتن صالح. هو كان اول مره يعني اقابله يعني شخصيا، كان بالنسبه لي رهبه مختلفه خالص عن رهبه انت تلعب جوه النادي الاهلي. يعني طبعا انت عارف رهبه ان انت تلعب فريق اول في الاهلي دي يعني ليها رهبه. مقابل كابتن صالح تاني ليها رهبه تانيه. ويمكن دي يعني وصلت لي من كلام الناس حوالين كابتن صالح على كابتن صالح وكاريزمته وشخصيته. كابتن صالح يعني اعتقد هيفضل سنين كتير وعصور كتير ناس تقدر تتكلم عنه، والناس كلها تتمنى ان هو يبقى يعني توصل لربع او اي جزء من اللي هو وصل له من شخصيه ومن مكانه في وسط قلوب الناس، ومش الاهلاويه بس، المصريين كلهم. صحيح. يعني نادرا لما تلاقي شخصيات كلها بتجمع عليها. مزبوط. ونادرا لما بتلاقي شخصيه، يعني ممكن تلاقي فنان محبوب من فئه اللي بيحبوا الفن، وممكن تلاقي لعيب كوره محبوب من الناس اللي بتحب الكوره اللي هي لعيبه الكوره، لكن نادرا لما تلاقي يعني شخص محبوب من كل الفئات، من فئات لعيبه الكوره، من وسط الفني، يعني كل فئات المجتمع مجمع عليه، رجاله وستات وولاد صغيرين. يعني انا بالنسبه لي كنت صغير، يعني في الوقت اللي كان فيه كابتن صالح، لا هو حاجه كبيره. يعني في حاجات ممكن الشباب ما يفهمهاش، لكن لا هو بيدي مسجات بسيطه جدا، بس راجل حكيم، الكلمه بتطلع منه بميزان ذهب. تقيل، راجل تقيل في تصرفاته، راجل تقيل في 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 في, في انفعالاته وفي كل حاجه وفي كلامه، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا شويه قلت عندنا في المجتمع عامه. خلي يعني بالك ده هو كان ليه هبه من غير ما يتكلم. بالظبط. هو يعني بقولك شخصيته هو قاعد كده بالعظمه تحسها هبه، انك هتلاقي قابل كابتن صالح. صحيح. يعني انت يعني انا برده بفتكر موقف لعم جمعه الله يرحمه. عم جمعه ده برده من الناس اللي يعني من اساطير النادي، يعني طبعا. الراجل الاداري الكبير عم جمعه ده، واحنا في الناشئين كان عندنا اوضه جنب فرقه الدرجه الاولى. الاوضه دي كان فيها تليفون. فالتليفون ده وقت الموبايلات ما كانش كتير قوي، فكان في ناس تعمل مكالمات منه، العيال تعمل مكالمات منه. فلما يعرف بس ان كابتن صالح جاي النادي يقول لك ايه في الاوضه، ويطلع كابتن صالح جاي. كابتن صالح جاي كمان ساعتين. طبعا عم جمعه كابتن صالح جاي كمان ساعتين، انت اقفل، كابتن صالح جاي النادي دلوقتي. فالموضوع يعني ومش خوف منه، بس هو خوف واحترام وحب طبعا. وشوف الناس الكبار لما يتكلموا عليه، لا حاجه مختلفه، تحس ان انت بتسمع واحد، تسمع عن حد، لا حد مختلف. صحيح. لا وراه كاريزما، مش ما اعتقدش يعني مش هتعوض تاني. وشخصيه بصراحه يعني كل الناس بتحكي وتحكى بيها، واسمع كلام يعني السيدات الوقورات اللي بيفهموا في الذوق والجمال عن 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 صالح سليم. كابتن صالح طبعا هتعرف ان الراجل ده قد ايه حاجه اسطوره. يعني هو اسطوره بكل المقاييس طبعا. ويمكن الكابتن صالح مش عايز اقول لك ان هو معلم معانا كلنا، لا ده متهيألي معلم كمان مع يمكن جماهير النادي الاهلي. دي حقيقة. يعني كابتن صالح
صاحب فضل كبير جدا علينا كلنا، ويمكن كمان مش عايز اقول لكم هو قد ايه كان بيحب النادي الاهلي، وكان قد ايه بيتاثر باي حاجه تحصل النادي الاهلي، ولكنه زي ما قال الكابتن محمد يوسف ان هو عظمته في عدم كلامه الكتير. يعني كابتن صالح كان يعني لما يتكلم او لما يظهر في مناسبه يعني، وده كان نادر جدا يعني لما كان بيطلع، كانت عظمته ان هو مجرد ما بيطلع بس كده ويطلع على الشاشه او يطلع في المناسبه من غير ما يتكلم، ده كان مش عايز اقول ابلغ كلام، لا انت بتبقى عارف الكابتن صالح وهو بيبص قبل ما يتكلم ويفتح بقه هو عايز يقول ايه. كابتن هاني انت اكيد وانت في النادي الاهلي جيت لعيب اكيد سمعت كتير عن الكابتن صالح، يمكن انت ما حضرتوش طبعا، ولكن اكيد سمعت عن الكابتن صالح وعن قيمه الكابتن صالح. اكيد طبعا كابتن ايمن، الكابتن صالح يعني ايقونه النادي الاهلي، يعني لما يذكر النادي الاهلي لازم يبقى سيره الكابتن صالح موجوده. انا طبعا انا كنت اتمنى ان انا اكون موجود طبعا، وكنت انا اتعامل مع شخصيه كبيره وشخصيه محترمه زي الكابتن صالح. اللي بنسمعه عن الكابتن صالح كابتن ايمن ده بيدل ان هو كان راجل شخصيه عظيمه، يعني الكلام اللي بيتقال عليه وكلام ان احنا يعني انا في حاجات بخش اقرا عنها، يعني الكابتن صالح من الحاجات المهمه اللي الواحد بيخش يقرا عن مواقفه مع النادي الاهلي او مواقفه هو رئيس النادي الاهلي. الحاجات دي كلها طبعا بتعلمنا ازاي لما يكون في راجل قامه كبيره وراجل ليه هيبه في مكان، قد ايه المكان بيتاثر بوجوده وقد ايه المكان بيتعلم من وجوده. فطبعا الكابتن صالح مهما نتكلم زي ما الكابتن يوسف قال، مهما نتكلم محتاج حلقات كتير جدا عشان تقدر توفي الراجل ده حقه طبعا. لكن انا اتعاملت مع الكابتن طارق سليم نفس الشخصيه نفس الهيبه، كان راجل ما بيتكلمش خالص يا كابتن، يعني راجل شغله وبس، يعني هو الراجل يعني في حاجات هو معروف عن عيله الكابتن صالح ان هي دي عيله بتعمل فقط ما فيش كلام. صح. حتى القرارات اللي كان بياخدها الكابتن صالح، مش عايز اذكر اسماء لعيبه طبعا والمواقف اللي كانت بتحصل، بيدل قد ايه ان هو كان شخصيه قويه وقد ايه كان شخصيه هو كان شعاره قوادية. تقريبا الصمت ابلغ من الكلام. بالظبط يعني حتى المواقف كلها اللي انا كنت بقرا عنها عليه يعني فعلا بيدل ان هو شخصيه قويه جدا، وده طبعا توارث لرؤساء النادي الاهلي بعد كده. يعني الكابتن حسن حمدي طبعا لما مسك بعده طبعا كان نفس قريب من نفس الشخصيه برده، وطبعا مش زي كابتن صالح، لكن يعني كتوتال نفس العمل نفس طريقه العمل نفس الكاتيجوري اللي الكابتن صالح كان شغال بيها. وكابتن خطيب طبعا برده دلوقتي يعني هي توارث طبعا، كل واحد بيتعلم من الثاني. فطبعا الكابتن صالح قيمه كبيره جدا ومهما نتكلم عليه فمش هنقدر نديله حقه طبعا. واحنا زي ما اتكلمنا عن عظمه الكابتن صالح، عايزين نتكلم كمان عن عظمه النادي الاهلي في عجاله. احنا كلنا شفنا النادي الاهلي امبارح وتكريمه المؤمن زكريا، ونادي الاهلي شفناه امبارح ادى عقده كاملا لمؤمن زكريا خالص الضرائب، وكمان نسبه المشاركه كامله محسوبه للكابتن مؤمن. كابتن اسامه شفت الموقف ده ازاي؟ لا طبعا موقف محترم جدا. طبيعي ده في النادي الاهلي بيحصل، وان شاء الله يفضل دايم على طول. اللعيبه اللي المفروض اللي هي بتخلص للنادي الاهلي وبتلعب له بحب واخلاص وتتفانى يعني، مهم جدا ان احنا نقدر نكرمها في اي وقت، سواء عن طريق مباريات اعتزالات، سواء عن طريق شغل، سواء عن طريق وقوف معاهم في ازمات زي اللي حصل لمؤمن، ربنا يشفيه يعني ويرجعه بخير. فطبعا موقف يحسب لاداره النادي والنادي كله، وده شيء زي ما كلنا بنتكلم متوارثين والحمد لله يعني، فشيء جميل جدا وشيء محمود، ونتمنى ان شاء الله كمان نفضل الاجيال اللي بعد كده والاجيال تتوارث المفهوم دوت. حاجه جميله، ومؤمن من الناس اللي كانوا بيأدوا للنادي الاهلي بشكل كويس، وربنا يعديه من ازمته، وموقف كريم من النادي الاهلي يعني. يا رب. يمكن انا كان ليا لقاء مع مؤمن في امريكا يمكن 6 شهور تقريبا او 7 شهور، وكان مؤمن بيقول لي انا نفسي في حاجه واحده بس، نفسه يرجع تاني زي الاول، ولكن كان بيتمنى امنيه، الامنيه دي اتحققت له امبارح. هو كان بيقول لي انا نفسي ان انا اخد عقدي كامل، انا عارف ان فيها صعوبه شويه، وانا قلت له
يعني هي هتبقى صعبه شويه يا مؤمن. فقال لي انا كان انا نفسي بس اخد عقدي كامل عشان اقدر اصرف على علاجي وارجع مره ثانيه. يعني بصوا الكلام ده كان يا كابتن محمد من يمكن 6 أو 7 شهور واتحققت له الامنيه دي امبارح. هو انا بصراحه يعني في الاول طبعا بتمنى له الشفاء، دي اهم حاجه، وقبل ما الاهلي يحتفل بيه او ان هو يعملوا الاحتفال الصغير اللي اتعمل امبارح ويتم تسليم عقد مؤمن بالكامل واللعيبه عملوا له حفله في اوضه اللبس وجابوا له تورتايه، وده كفايه الشعور المعنوي. انا بتمنى له الشفاء العاجل طبعا، ربنا يشفيه ويرجعه تاني الملعب. مؤمن من اللعيبه المميزين جدا ومن اللعيبه المؤثره حتى عن المستوى السلوكي والمستوى الفني. وانا شخصيا كان ليا تجربه معاه، وكان عادل برضو كان موجود في الجهاز في الوقت ده لما عملنا له برنامج خاص عشان نحاول نرجعه ونحاول ندخله في فورمه بعد رحيل كارترون. فتوليت الفتره دي، كابتن خطيب كان كلفني ان انا اتولى الفتره لمده حوالي شهر ونص، فكنا عاملين له برامج يعني بدنيه وتطوير ليه عشان نرجعه الملعب تاني ويرجع يبدا يشترك مع النادي الاهلي. انما طبعا كانت الحاله بتاعته والمرض اللي موجود حاله دون ذلك يعني. لكن مؤمن من الناس المميزه جدا سلوكيا قبل كمان فنيا، بتمنى له الشفاء. وهي دي عاده النادي الاهلي يا كابتن ايمن، لازم نبقى عارفين كويس النادي الاهلي دايما بيقف مع اولاده وبيقف مع لاعيبته، وفي نفس الوقت كمان عمره ما بيستغنى او عمره ما بيترك لاعبين في حالات صعبه. يعني انا كتير جدا مش بس مؤمن، في حالات كتيره جدا ممكن النادي الاهلي يكون تم ابراز النقطه بتاعت مؤمن، لكن في حالات اخرى انا طبعا بحكم اني اشتغلت في النادي وفتره طويله، في حاجات النادي الاهلي بيصرف مبالغ وبيصرف مرتبات وبيقف جنب ناس وبيعالج ناس. انا كنت لسه اقولها لك، حتى واللاعب جوه الملعب بيكون طالع من الناشئين وفي ظروف عنده خاصه بعد اذنك كابتن محمد. زي ما احنا شايفين وصول فريق النادي الاهلي لملعب المباراه، وادينا شايفين اللعيبه باذن الله موفقين يا رب ان شاء الله، وشكل الفرقه كده مركزه جامد النهارده. ان شاء الله تحسم الموقف النهارده ونكسب، يبقى ناقص لنا بعد هذه المباراه 3 نقاط باذن الله ونتوج بدرع الدوري العام ان شاء الله. فبقول لحضرتك يعني النادي الاهلي ليه مواقف كتيره جدا، سواء مع لاعبين صاعدين من الفريق من قطاع الناشئين للفريق الاول، او لاعبين اعتزلوا وكانوا سابقين وعندهم بعض الحالات برضو النادي الاهلي بيقف جنبيهم. فدي عاده النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي، وهو ده الاسس والمبادئ اللي كبر عليها النادي الاهلي وعود لعيبته عليها. فبنتمنى له الشفاء العاجل، وبنتمنى كمان ان هو يرجع الملاعب تاني ويبقى مع زمايله ويصول ويقول ان شاء الله. كابتن عادل. يعني طبعا بتمنى له الشفاء وبتمنى له يرجع، يعني ربنا يشفيه ويرجع يلعب تاني حتى لو يعني فتره صغيره يختم بيها حياته جوه الملعب. يعني نفسي مؤمن يختم حياته الكرويه وهو جوه الملعب، يرجع تاني يتعافى ان شاء الله ويرجع تاني حتى لو فتره صغيره، بس يبقى موجود. وزي ما احنا شايفين كابتن عادل وصول النادي الاسماعيلي برضه، وانا على المستوى الشخصي مؤمن لعب معايا في امبي، ويعني لعيب كويس ولعيب كبير، وحتى كمان تطور من اللعيبه اللي تطورت جدا في الكوره في مصر. وليا شرف برضه ان انا كنت موجود مع كابتن يوسف في الجهاز الفريق الاول، ان انا برضو مرنته، وهو كان حتى فتره الاعداد اللي اخذها اول ما رجعت كابتن يوسف كان يعني كان مكلفني ان انا كنت بشتغل معاه الجانب البدني ده، وحتى كنت يعني بتعامل معاه من ناحيتين، من ناحيه ان انا مدرب موجود في الفريق، ومن على الجانب الاخر ان انا حتى مؤمن على المستوى الشخصي انا بحبه، هو شخصيه طيبه وشخصيه جميله وشخصيه تجبلك انك يعني روحه خفيف ويعني تحبه، الشخصيات اللي اتعامل معاها تحبها. فهو يعني مش عايزين نخش في الحته بتاعت النادي الاهلي عمل له حاجات كتير، النادي الاهلي بيعمل طول الوقت بيعمل للناس كلها، للناس اللي موجوده في على قيد الحياه وفي ناس مش على قيد الحياه بتتساعد برضو، مش عايزين نروح للحته دي، ان ده اسلوبنا اساسا، اسلوب النادي الاهلي، وانك تبقى تشغل في صمت يعني، وانك تساعد في صمت.
ولكن للاسف احنا في وقت السوشيال ميديا بتحاول تبرز كل حاجه، فبالتالي فانت في حاجات لازم تقولها. يعني انا لو ما فيش سوشيال ميديا والموضوع مش مطروح، انا كنت اتمنى ان الموضوع ما يبقى بين النادي ومؤمن، بس للاسف سريه في سريه، لكن للاسف الناس كلها بتجبر، يعني بتجبر كل الناس ان انت تحاول تبرز ده. بس خلي بالك كابتن عادل، برضو كان في البعض بيستغل الموضوع ده. انا عارف، ما هو ده دي النقطه، وابتدوا يتكلموا بصوره مش كويسه عن علاقه النادي الاهلي بمؤمن سليمان. ما هو ده هو ان انت بيحاول يصطاد اي حاجه تشتغل بيها ضد النادي وضد النادي الاهلي، مش ضد يعني مش انا مش اي مش شخص معين. هو النادي الاهلي هو النادي الاهلي. مزبوط. انا موجود نادي الاهلي، انا النادي الاهلي صح. انا ليا صفه يعني وشخص، انا شخصي عادل مصطفى، لكن صفتي انا موجود نادي الاهلي، فانا بالتالي بنتمي للنادي الاهلي. فانت لو اي حد بيأذيني بحاجه او بيضرني بحاجه، هو لا بيأذي صفه، بيأذي ان هو ده راجل شغال في النادي الاهلي، فبيأذي الكيان كله. فعشان هدي نقطه بتكلم فيها، بتمنى له الشفاء، وكعادة النادي الاهلي طبعا وقف مع اولاده، مع اولاده مش لعيبه الكوره بس، لا مع اولاده في كل المجالات، واذا كان العاملين كمان جوه النادي. يعني طبعا مش هينفع، في حاجات ما ينفعش نحكيها، بس هو ده النادي الاهلي. يعني الناس يعني ما تفتكرش ان دي حاجه جديده على النادي، لا ده هو النادي الاهلي، دي سمه النادي الاهلي فعلا. وكابتن هاني، والله يا كابتن ايمن انا مش هطول في موضوع مؤمن، لان انا يعني انا قريب من مؤمن شويه، وحتى يعني لعبت معاه ولعبت ضده، ومن فتره كنا بنتواصل وكده، وقابلته في فرح احد زملائنا. مؤمن يا كابتن ايمن من الشخصيات الجميله والشخصيات المؤدبه جدا، والشخصيات اللي ما بتسمعلوش صوت ومش بتاع مشاكل والكلام ده خالص. لا مؤمن يعني مهما طبعا اتكلمنا عليه احنا عمرنا ما هنوفي له حقه طبعا، لان راجل برضو نجم كبير، وراجل لعب في اهلي وزمالك ولعب في انديه كبيره جدا. وانا شايف ان الموضوع يعني هو نفسي اكتر ما هو مادي او موضوع فلوس بس، لا انا شايف ان حتى شفته موجود مع اللعيبه في وسط اللعيبه حاجه فعلا. انا فرحت يعني، انا كل الكلام اللي كنت بسمعه عن مؤمن الفتره اللي فاتت ان هو حالته بتتدهور، لكن فعلا كان لازم يبقى موجود الفتره اللي فاتت دي. وانا شايف ان التكريم ده بتاع مؤمن يعني حاسس متاكد ان شاء الله ان هو هيساعده باذن الله ان هو يرجع تاني مؤمن اللي نعرفه كلنا. واحنا مش في ايدينا حاجه، احنا يعني احنا بس يعني بطلب من اللعيبه او من الناس كلها اللي قريبه من مؤمن انها تتواصل معاه الفتره اللي جايه دي، لان مؤمن محتاج فعلا كل واحد فينا، وكلنا ما فيش في ايدينا حاجه ان احنا نساعده بيها غير ان احنا ندعي له ان هو ان شاء الله يرجع احسن من اول باذن الله. وانا فعلا من امنيات حياتي ان انا اشوفه تاني في الملعب واشوفه موجود في الملعب. الموضوع مش موضوع ماديات خالص طبعا. النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي يشكر عن ان هو اداله عقده كامل، دي برده حاجه من حاجات المحترمه للنادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي. وزي ما كابتن يوسف قال برده، دي يعني النادي الاهلي متعود على كده ومش حاجه جديده علينا، لكن انا بدعي بس الناس كلها ان تدعي المؤمن ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويرجع لنا احسن من اول ان شاء الله يا رب. شكرا لاداره النادي الاهلي، وباذن الله ربنا يشفي مؤمن ويرجع لنا في اقرب فرصه ان شاء الله. النهارده بقى نخش في اجواء المباراه. النهارده الاهلي والاسماعيلي، مش عايز اقول لكم ان دي من الماتشات اللي هو كان الواحد بيستناها من السنه للسنه او من الموسم للموسم. دايما ماتشات الاهلي والاسماعيلي تتسم بالاثاره والمتعه والنديه، ودايما كان الفرقتين بيلعبوا لعب مفتوح، كان بيبقى الجيم حلو قوي، هنا في متعه وهنا في متعه، وتلاقي دايما الماتش يمشي مع ده شويه ويمشي مع ده شويه، يعلى على للاهلي شويه وبعدين يعلى للاسماعيلي شويه. فكانت دايما المباريات مثيره، ويمكن لحد اخر لحظه بتبقى مش عارف مين اللي هيكسب، الاهلي ولا الاسماعيلي. فهنروح لتقرير عن مباراه الاهلي والاسماعيلي، ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. الأهلي والإسماعيلي، مواجهة كلاسيكية بين المتصدر وصاحب المركز العاشر. يلتقي مساء اليوم الأهلي مع الإسماعيلي باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يراها الكثيرون من كلاسيكيات الكرة المصرية بعيدا عن ترتيب الفريقين بجدول الدوري أو نتائجهما في الفترة الأخيرة. ويدخل الأهلي موقعة الليلة متربعاً على قمة الدوري برصيد 68 نقطة، وتعد مباراة اليوم بمثابة معركة كروية بين قوة الأهلي المهيمن على القمة وبين الإسماعيلي الباحث عن انتفاضة يستعيد بها التألق
بعد تراجع النتائج مؤخرا. كتيبة السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي جاهزة لمباراة الليلة، خاصة بعدما استعاد أكثر من لاعب مستواه في مباراة الحدود الأخيرة، وأبرزهم أجايي ومحمد مجدي أفشة ومعلول، ومعهم باقي كتيبة الفريق ومنهم مروان محسن وباجي وديانج وحمدي فتحي، ومن خلفهم الثلاثي الدفاعي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، والحارس المتألق في الفترة الأخيرة محمد الشناوي. كما أصبح كهربا جاهزاً للمشاركة بعد انتهاء إيقافه لو استعان به فايلر. في المقابل يدخل فريق الإسماعيلي مباراة الليلة بحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج المحلية هذا الموسم، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي حامل اللقب ومتصدر البطولة حتى يعيد الهدوء لقلعة الدراويش. كما قد يساهم في موافقة مجلس الإسماعيلي على التراجع عن قرار تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى. ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا. ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي، حيث يسعى أحمد العجوز ومحمد حمص بعد الاستعانة بهما في الجهاز الفني للدراويش لتحسين النتائج. وتأكد غياب الثلاثي محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن عن الإسماعيلي أمام الأهلي بسبب الإصابة، وخرج من قائمة الدراويش باتريك كادو وفخر الدين بن يوسف مهاجما الفريق الأصفر بعد نهاية إعارتهما ورفضهما الاستمرار لنهاية الموسم مع النادي. ونتكلم بقى في أجواء المباراة، وقبل ما نتكلم في أجواء المباراة، ابتدى الأسبوع 26 أمس بلقاء بين أسوان والإنتاج الحربي، فاز فيه أسوان 2-0. المقاولين وحرس الحدود تغلب المقاولين في اللحظات القاتلة 3-2. المصري في مفاجأة مدوية فاز على بيراميدز 1-0. يمكن المفاجأة إن المصري الظروف اللي بيمر بيها الفترة دي صعبة شوية، ودي عنصر مفاجأة. إنما في الطبيعي طبعا عادي إن المصري يكسب وفريق كبير طبعا، ولكن الظروف الصعبة اللي بيمر بيها المصري هي عنصر المفاجأة. الزمالك وسموحة 3-3، نادي مصر والاتحاد النهاردة تعادل 2-2. احنا دلوقتي في الدقيقة 60 وفي مباراتين، طنطا ومصر المقاصة 1-0 لطنطا، وطلائع الجيش والجونة 3-1 طنطا والمقاصة 1-0 المقاصة، طلائع الجيش والجونة 3-1 للجونة. يمكن الإسماعيلي بيمر بمرحلة انعدام وزن الفترة دي، وطبعا هو في جدول الترتيب، يمكن في ترتيبه يمكن يعني قيمة النادي الإسماعيلي أعلى من كده، وتاريخ النادي الإسماعيلي أعلى من كده. طبعا في بعض الظروف المعاكسة عندهم، يمكن من أول السنة لحد دلوقتي تغيير المدربين أو المديرين الفنيين بصفة مستمرة، عندهم بعض العناصر اللي هي ما عندهاش خبرة كفاية. كابتن أسامة، نادي الإسماعيلي النهاردة داخل المباراة وهو في موقف يحسد عليه، ما فيش شك، وفي نفس الوقت النادي الأهلي صاحب هدف واحد بيلعب عليه وقرب قوي. فأعتقد أن أسلوب النادي الأهلي أو فكر النادي الأهلي بيختلف بعض الشيء عن فكر نادي الإسماعيلي والمدير الفني النادي الإسماعيلي. شايف إزاي رؤيتك الفنية لماتش النهاردة؟ طبعا تاريخيا المباراة ديت مباراة من زي ما في ديربي أهلي وزمالك، طبعا الديربي الأولاني في مصر، لكن أهلي ومصري، أهلي وإسماعيلي، زمالك ومصري، في الاتحاد، الأندية اللي هي الشعبية دي بتبقى ماتشات تعتبر ديربي برضو يعني. وانت يمكن قلت في المقدمة مباريات كتيرة جدا للأهلي والإسماعيلي تاريخية، علامات في كرة القدم المصرية على مدار التاريخ يعني.
فهي مباراة مهمة جدا رغم ظروف واللي بيمر بيها النادي الإسماعيلي، ولكن النادي الإسماعيلي لما بيجي يلعب قدام النادي الأهلي بيبقى حالة تانية. ويمكن أنا كنت مع نجمهم محمود جابر قريب من يومين ثلاثة كده، وكان مدربهم قبل كده ولعب عندهم ولعب معايا في النادي الأهلي في الناشئين يعني، فبيقول لي رغم الظروف اللي فيها الإسماعيلي لكن هم في مباراة الأهلي بالذات بيبقوا مركزين جدا جدا جدا. يعني الإسماعيلي بدايته السنة دي كانت ممتازة، وكان كل الناس شايفة أنه الإسماعيلي هيعمل حاجة كويسة في الدوري، وفي ناس كانت بترشحه في المربع الذهبي وكده لأنه أضافوا لعيبة كويسين زي همام طارق زي مدبولي زي طبعا عندهم من نجومهم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، كانت عملوا أوشلونج وأضافوه برضو، كانوا عملوا إضافات كويسة وكانوا ماشيين كويس قوي الدور الأولاني أو قبل الكورونا. من عودتهم من الكورونا حصل الاهتزاز شوية في المستوى، وفي غيابات برضو مؤثرة عندهم، وتغير أكتر من جهاز. أخيرا كان أدهم السلحدار في مباراتين بنتمنى له التوفيق، هو كسب مباراة وخسر مباراتين اللي هم بتوع الاتحاد 3-1 ثم المقص 4، وتغير الجهاز وجي أحمد العجوز وحمص، ويقال ان في مدرب اجنبي ممكن يجي. طبعا هم كسبوا تعاقدوا خلاص، خلاص تعاقد يعني تعاقدوا مع ريكاردو، بس ما اعتقدش النهارده لا لا هم موجود بس هم فوق ماشي. يعني انا اقصد ده ثالث او رابع جهاز للنادي الاسماعيلي، طبعا الخامس. فطبعا دي حاجه ما بتبقاش كويسه في استقرار فرقه في 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 8 9 شهور، لكن ده لا يمنع انه هم فرقه جيده، عندهم بعض العناصر المؤثرة خاصة في التلت الأمامي اللي هو مجدي وعبد الرحمن مجدي ومدبولي وشامي وباكيتا وشلونجو وأي حد حتى بيغير يعني مميزين. العجوز هو اللي هيقوده معاهم العجوز هو اللي هيقوده، وكسبوا المرة الماتش الأخير 4 وعملوا ماتش كويس. طبعا مصر مش النادي الأهلي يعني، لكن هم بيبقوا متحفزين في مباراة الأهلي، فالمباراة هتكون قوية. لكن زي ما أنت قلت دوافع النادي الأهلي، النادي الأهلي بقى له 6 نقط فقط ويحسم الدوري رسميا، رغم ان انا بقول النادي الأهلي من حتى عودته من الكورونا انا متأكد النادي الأهلي واخد الدوري، لكن خلينا بحسابات الورق والقلم انه محتاج 6 نقط من العشر ماتشات اللي جايين او التسع ماتشات الجايين للنادي الأهلي، اعتقد الدوري حسم. لكن هي مباراة تاريخية، النادي الاهلي هيلعب باكيد باصرار وقوه انه يكسب ال3 نقط حتى تاريخيا انه الماتش ده بيتحسب، معنويا انك انت تقعد تكسب يعني تبقى باقل عدد من الهزائم او التعادلات انك تحصل على البطوله. فهي مباراه قويه النادي الاهلي. اذا كنت عايز يعني اتكلم فنيا او اسيب يعني زمايلي يتكلموا لما نخش في الحاجات الفنيه يعني، لكن واضح النادي الاهلي غير طريقته في اخر 3 مباريات، كان على طول بيلعب 4-2-3-1، في اخر 3 مباريات ابتدى يلعب اقرب ل 4-4-2 بمروان وبدجي. فممكن لما يجي التشكيل طبعا هنعرف هل هو هيبتدي كده برضو ولا هيحصل يرجع للاسلوب بتاعه اللي كان ماشي بيه طول الدوري، ولما نتكلم عن النواحي بقى الفنيه بعد كده باذن الله رب العالمين. كابتن محمد، مشوار الاهلي ومشوار الاسماعيلي في الدوري، النادي الاهلي لعب 25 مباراه في الترتيب الاول، عدد نقاط 68، فوز 22، هزيمة 1، تعادل 2، له 60 هدف أقوى خط هجوم طبعا، وعليه 8 أهداف أقوى خط دفاع. نادي الإسماعيلي لعب 24 مباراة، مباراة أقل من نادي الأهلي، في المركز التاسع، عدد النقاط 30، فوز 8، هزيمة 10، كتير قوي، تعادل 6، له 28 هدف وعليه 32 هدف. يمكن الفترة ديت زي ما قلنا نادي الإسماعيلي متأثر شوية بعض الشيء بالأرقام دي، أرقام اللي هو عاملها دي. النهاردة مستر فايلر يبتدي إزاي الماتش في ضوء الأرقام دي؟ لا هو طبعا الإسماعيلي في المكان اللي هو فيها مش طبيعية، يعني مش ترتيب الإسماعيلي يبقى التاسع ولا العاشر خالص. الإسماعيلي معروف ان هو لعبته ودايما بيعمل فرقة قوية ودايما بيلعب كرة
مميزة، ودايما ند ومنافس قوي يعني، طبعا مش على الدوري بس ممكن على المربع يعني. طبعا الحالة اللي اكيد عليها نادي الاسماعيلي، اكيد فايلر عنده خبرة او عنده يعني اخبار وتحليل للاسماعيلي، ويمكن النهاردة احنا زي ما قال الكابتن اسامه عرابي ان فايلر بقاله كذا ماتش بيلعب 4-4-2. انا شايف النهارده ان انسب حاجه انه يلعب براسين حربه هو النهارده. ليه بقى؟ لان اضعف حته في خط الظهر او في فريق الاسماعيلي هم الاثنين سرد باكات، اذا كان ابو اليزيد او محمد عماره او محمد هاشم، الحته دي ضعيفه جدا. يمكن عندك محمود البدري واسامه ابراهيم باكين على الطرف ثابتين الى حد ما، عندهم استمراريه في اللعب، عندهم استمراريه في المشاركه، لكن حته القلب دايما بتتغير في نادي الاسماعيلي باستمرار. يعني عندك ابراهيم ابو اليزيد مره تلاقيه بيلعب هو محمد عماره، ماتش مصر مقاصه اللي خسروا فيه 4-1 كان محمد هاشم بيلعب بعبد ماهر محمدي، طبعا باهر بيغيب طبعا عشان الاصابه. فالنهارده انا متوقع انه يدفع بابراهيم ابو اليزيد ومحمد عمار في حته المساكين يعني، فدي هتناسب جدا ان فايلر يلعب براسين حربه النهارده عشان يقدر يضغط على الحته دي، يقدر ان هو يستثمر الضعف في منطقه القلب بالنسبه للنادي الاسماعيلي. في نفس الوقت كمان يعني طبعا ثبات التشكيل مهم جدا بالنسبه لفايلر، احنا لسه ما جبناش، لكن هو عنده غيابات طبعا يعني معروفه جدا زي محمود متولي وحسين الشحات ومحمد محمود وعندك صالح جمعه. والقايمه النهارده كابتن ايمن برضو انا شايف عوده كهربا هتضيف قوه لفريق النادي الاهلي، وهتضيف حل جديد لفايلر في حاله تعثر او في حاله مثلا تاخر الفوز او في حاله نتائج مش يعني ما هياش اللي بيتمناها الجهاز الفني. نوعيه كهربا نوعيه يعني مطلوبه جدا، ممكن تبدا بيه، ممكن يبقى ورقه معاك او كارت معاك تشتغل بيه، لان كهربا بيجيد مركزين، كهربا بيجيد لعب على الطرف وممكن يلعب راس حربه، وبالتالي ونوعيه كهربا مختلفه شويه عن اليو بادجي وعن مروان محسن. يعني كهربا لو لعب راس حربه هيلعب بشكل او بطريقه مختلفه شويه، ما عندوش مركزيه الكلاسيك بتاع الراس حربه، لا هتلاقيه بيتحرك وبيسقط وبيروح على الجناب وبعدين يروح طالع تاني راس حربه، عنده سرعات عاليه جدا. فاعتقد فايلر يعني مطلوب منه او هيقدر ان شاء الله ان هو يستفيد بكهربا. لما حسين شحات يرجع برضه هيضيف قوه اخرى، يعني انت المفروض تبدا تجمع يعني المباراه بتاعت افريقيا. انا برضه دايما احنا في الاستوديو بتاعنا كل حريصين جدا على حته يعني الدوري شبه محسوم يعني، لكن احنا كل تفكيرنا او كل التحليل اللي احنا بنتكلم عليه وعمالين نفكر فيه هو ايه الطريقه والوقت اللي يوصل بيه فايلر بالفريق لاحسن حالاته واعلى كده في ماتش الوداد يوم 17. فانا شايف عوده كهربا، عوده حسين ان شاء الله يبدا يخش الماتشات، دي هتضيف قوه هجوميه للنادي الاهلي، والنهارده ان شاء الله نشوفه يدفع بيه. انا طبعا متوقع انه مش هيبدا بيه، فممكن هيبقى واخد جزء المباراه، لكن اعتقد او اتمنى ان يبقى جزء كبير يعني ان شاء الله. كابتن عادل، دايما ماتشات الاهلي والاسماعيلي بتتسم النهايه فيها اهداف غزيره، الماتش بيبقى مفتوح جدا من فرقتين، احنا زي ما كنا بنقول واحنا لعيبه بنحب نلعب الماتشات دي طبعا، في لعب وفي مساحات سواء هنا او سواء هنا، بيلعبوا الفرقتين للمتعه دي حقيقه. هل الكلام ده ممكن نشوفه النهارده؟ وارد، لان المباراه النهارده ليها خصوصيتها في كذا حاجه. اول حاجه الاسماعيلي جاي من مكسب بنتيجه كبيره المباراه اللي فاتت قصاد نادي مصر. تاني حاجه في عناصر جديده دخلت الجهاز، وكل ما كل فتره ما بيدخل العناصر الجديده للجهاز بتبقى في دوافع اكتر للعيبه لفتره معينه اللي هي اول ماتشين ثلاثه بعد تغيير اي جهاز. الدافع الثالث عند لعيبه الاسماعيلي ان معاهم مدير فني قاعد في المدرجات بيتفرج، فبالتالي كل واحد هيدي الفول باور بتاعه عشان يثبت نفسه قدام المدير الفني اللي موجود. وفي نفس الوقت
الاثنين اللي ماسكين الجهاز كابتن احمد العجوز وحمص الاثنين لعيب الكوره، الاثنين افكارهم هجوميه، فده هيديك برضو طابع يعني هيديك انطباع ان مباراه النهارده لا مباراه هجوميه. وكمان في حاجه لازم نبقى عارفينها ان فرقه الاسماعيلي السكواد بتاعهم التشكيله بتاعت الفريق كلها فرقه كويسه، لو جيت بصيت للفرقه فرقه يعني ما ينفعش يبقى بالفرقه بالعناصر دي يبقى في المكانه دي. صحيح. يعني فرقه الاسماعيلي انا شايف ان هي من احسن فرق الدوري، عندها لعيبه ولعيبه كتير، لعيبه كتير مش لعيبه مثلا مميزه وخلاص. يعني لو شلت فرقه الاسماعيلي اللي لعبت المباراه اللي فاتت وقارنتها بكل الماتشات هتلاقي اتنين بيتغيروا او ثلاثه وهتلاقيهم برده لعيبه كويسه. بس يعني هم عندهم خلل واضح في النواحي الدفاعيه، خلل اداري. الاسماعيلي مبدا اول حاجه بص لما تيجي تلاقي حاجات فنيه كتير ومدربين بيتغيروا كتير وتعرف ان في تذبذب في المستوى مش لازم يكون فني، ترجع للاداري. الاداري هو اللي بيدي الفني الاستقرار وانك تعرف تفكر صح، بالذات لما يكون عندك خامات كويسه. فرقه الاسماعيلي لو جيت بصيت لها هتلاقي عندهم لعيبه كتير كويسه، يعني عبد الرحمن مجدي من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري، مش طبعًا في الاسماعيلي بس، في الدوري طبعًا المصري لعيب انا شايف ان هو من لعيبه المستوى الاول. باهر محمدي نفس الشيء، في لعيبه كتير موجوده كانت يعني شيرونجو لعيب كويس، عماد حمدي قعد فتره طويله في نادي الاسماعيلي لعيب تقيل عنده لعيب كويس، اسامه ابراهيم نفس الشيء. لو جيت بصيت للجانب الدفاعي على الجانب الفردي كل لعيب كويس، ولكن صح على الجانب الجماعي، على الجانب الجماعي لا هم مش كويسين جماعيا دفاعيا جماعيا. الخط الخلفي الاسماعيلي مش كويس، ولكن لو بصيت لكل واحد لوحده هتلاقي لعيب كويس، ابراهيم ابو اليزيد لعيب كويس، اسامه ابراهيم لعيب كويس. ولكن محتاجين شغل ومحتاجين يبقى في استقرار عشان يبان كويس، فدي من الحاجات برضو اللي هتصعب المباراه على النادي الاهلي. يعني في سنين قبل كده كان السكواد بتاع الاسماعيلي لا مش زي السنه دي، السنه دي لا في لعيبه كويسه، انا شايف الاسماعيلي عنده لعيبه كويسه، عنده رقم 10 فيها مدبولي بيلعب بشكل كويس، لعيب كويس، مخلوف بيلعب على فترات، مخلوف لعيب كويس، همام طارق لعيب كويس من احسن المحترفين اللي موجودين في الدوري، انا شايف ان هو لعيب كويس برضو. فالمباراه صعبه، المباراه مش سهله، ولكن هي على الورق او الفتره اللي فاتت النتائج بتقول ان الاولويه للنادي الاهلي، ولكن المباراه صعبه بدليل ان مباراه الدور الاول كانت مباراه صعبه والاهلي حسمها برضو بصعوبه. فالمباراه النهارده فيها صعوبتها في بالمناسبه جالنا التشكيله كابتن عادل، تشكيل النادي الاهلي اهو لسه واصل لنا. يمكن محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، اثنين في القلب ياسر ورامي ربيعه، اثنين في نص الملعب فتحي وديانج، وقدامهم ثلاثه اجاييه قفشه جيرالدو وقدام باجي. طب بيلعب فرد واحد 4-2-3-1 بالظبط. طيب هو يعني هو يمكن انا كنت هسال يمكن الدقيقه 85 بالظبط في مباراه الحرس الحدود ابتدى هو يلعب راس حربه واحد وبعدين جبنا جول وتحسن اداء بعض الشيء، يمكن الحدود فتح شويه الجيم ولكن ابتدى يتحسن بعض الشيء. فانا كان في بالي يمكن النهارده ان هو ممكن يلعب براس حربه واحد لان احنا كنا محتاجين وجود قفشه في نص الملعب، ومعنى وجود قفشه يمكن انت اتكلمت المره اللي فاتت ان معنى وجود قفشه لازم في راس حربه واحد، لازم قفشه المكان الانسب ليه ان هو رقم 10 ولو انت احتاجته في رقم 8 في اوقات معينه، ولكن انك تلعب فيرود واحد وتحتيه واحد ليها مميزات كتير. والنهارده كمان قدام الاسماعيلي اول حاجه ما ينفعش تخسر نص الملعب طبعا. الاسماعيلي فرقه لو يعني ممكن تكون مش في احسن حالاتها، بس لو سبت لها الجيم، لو سبت لها نص الملعب ممكن تعمل عليك مباراه كويسه. ولو جيت رجعت الدور الاول، الدور الاول الاسماعيلي خلق فرص كتير، خلق فرص كتير في ظهر في ظهر الديفنس بتاعنا، فدي برده مهمه انك تشوف المباراه الاولانيه ايه الاخطاء اللي كانت موجوده فيها. ال 4-2-3-1 اعتقد ان هي ممكن تبقى مناسبه النهارده لان انت برده مش يعني لسه ما وصلتش لاحسن فورمه ليك، واحسن فورمه ليك دي محتاجه خطوط كتير في الملعب. ال 4-4-2 بتلعب بثلاث خطوط بس وبتفقد حلقه الوصل ما بين لعيبه نص الملعب وخط راس الحربه. النهارده قفشه موجود حتى لو فنيا مش اعلى حاجه بس بدنيا بتنظم لك اللعب شويه. ال 4-4-2 بدنيا مرهقه، مرهقه للعيبه في وقت انك بتلعب كل ثلاث ايام مباراه. لكن الخطوط لما تلعب 4-2-3-1 باربع خطوط، خد بالك برده اللعيب الواحد ده بيتحسب خط، الخط الكره بتقف عنده هو خط بتقطع بيه خط. فده شويه بيعمل رتم المباراه بشكل كويس وبيقلل كم الجري او بينظم الجري اللي موجود في الملعب. عكس ال 4-4-2، ال 4-4-2 فيها مرهقه شويه، يعني طريقه كلاسيكيه قوي معتمده على طول الوقت على الجناب، والشغل الجناب كتير
لو انت ما عندكش خطوط في نص الملعب حد ينظم لك الملعب في نص الملعب شويه بتبقى مرهقه. فانا شايف النتيجه الطريقه دي مناسبه، مناسب للنهارده كمان لمباراه الاسماعيلي. هنرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كبار ولكن بعد هذا الفاصل. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وهنطير سريعا لكريم احمد زميل العزيز في ملعب براه نتعرف منه على اخر الاجواء واخر الاخبار. برحب بيك مره اخرى يا كريم، وعايز اعرف ايه اخر الاخبار عنك. ايمن شوقي، وبرحب بكل نجوم الاستوديو التحليلي طبعا، وبرحب بكل جمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان. ان شاء الله باذن الله كل التمنيات لفريق النادي الاهلي النهارده. ثلاث نقاط زي ما اكدنا كابتن ايمن هيفرقوا معانا بشكل كبير جدا، ست نقاط مش بعيده، مباراتين ان شاء الله ويتوج النادي الاهلي بلقب بطوله الدوري 42 ان شاء الله، يدخل دولاب بطولات النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاجواء هنا كالعاده في استاد برج العرب اكثر من رائعه، بدايه طبعا من دخول الفريقين. قياس الحراره ده يمكن امر خلاص بقى اجباري على الفريقين سواء النادي الاهلي وايضا كمان النادي الاسماعيلي. كل الامور هنا بالنسبه للاجراءات الاحترازيه مميزه جدا، ذكرنا التنظيم اكتر من مره وبنقول تنظيم النادي الاهلي بنشيد بيه لان كل الامور بتكون سلسه بشكل كبير جدا، الدخول الخروج تواجد الاعلاميين كل حاجه الحمد لله بتكون ماشيه بشكل رائع ومميز جدا، وده اللي بيسهل علينا وبيسهل على المأموريه على كل المتواجد داخل استاد برج العرب. زي ما ذكرت يا كابتن ايمن التشكيل حضرتك ذكرته، لكن بناكد على عمرو السوليه طبعا، ممكن هو خرج من القائمه مع مصطفى شوبير. عمرو السوليه جاهز ان شاء الله للمباراه القادمه، يمكن تاكدنا بشكل كبير جدا على جاهزيته، لكن خلاص يعني مع اليومين الجايين سبت وحد يكون تدريب هنا في الاسكندريه. انت عارف النادي الاهلي هيكون متواجد، مش هيرجع ليه القاهره عقب انتهاء هذه المباراه. بناكد على جاهزيه عمرو السوليه ان شاء الله يكون ليه دور كبير في مباراه الاتحاد السكندري، لكن همنا طبعا النهارده هي مباراه اليوم، الكل يكون موفق، الكل يكون جاهز. شخصيه النادي الاهلي بناكد عليها النهارده، وروح البطل وكل الامور والاصرار والجديه اللي عايزين نشوفها في لعيبه النادي الاهلي، وباذن الله النهارده يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه ويستطيع ان يحصل على ثلاث نقاط بجانب الاداء اللي بننتظره بقى ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي مع حسم بطوله الدوري مستني بقى يشوف الاداء من لعيبه النادي الاهلي، وده اللي بنعمله ان شاء الله يا كابتن ايمن كالعاده من خلالك هنكون متابعينك اي اخبار اي كواليس هنا من استاد برج العرب. وكل التوفيق طبعا ودعواتك بقى ودعوات كل نجوم الاستوديو التحليلي ان شاء الله النهارده تكون اول ثلاث نقاط في نصيب النادي الاهلي من الست نقاط المتبقيين للحصول على لقب بطوله الدوري العام. شكرا للزميل العزيز كريم احمد من ملعب المباراه. جالنا كمان تشكيل نادي الاسماعيلي، محمد مجدي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين اسامه ابراهيم، ناحيه الشمال محمود البدري، في القلب محمد عمار وابراهيم ابو اليزيد، ومعانا ثلاثة في نص الملعب، عمر الوحش في النص بالظبط، عماد حمدي على شماله، محمد مخلوف على يمينه، قدامهم الشامي وعبد الرحمن مجدي، وقدام لوحده شيلونجو. يبقى الإسماعيلي بيلعب 4-3-2-1. مظبوط. النادي الأهلي بيلعب 4-2-3-1. كابتن هاني، رجعنا تاني لرأس حربة واحد اللي هو اليوباجي. والله يا كابتن بص، يعني هي دي التشكيله المحببه لينا، واحنا اتكلمنا حتى في الفاصل قلنا ان التشكيله دي الانسب للنادي الاهلي. هي انسب للنادي الاهلي في كل مباراه ولا في بعض المباريات؟ لا انا شايف النادي الاهلي لازم يبقى ليه سيستم. هو النادي الاهلي معروف بيلعب كذا 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 كذا، لكن في مباريات طبعا بتبقى مهمه زي مثلا ماتش الوداد اللي في بطوله افريقيا، لازم طبعا ده يبقى ليه حسابات مختلفه خالص، ليه شكل مختلف خالص، ليه طريقه لعب معينه تقدر ان انت تشتغل بيها مع فرقه الوداد. لكن انا بتكلم ان انت راجل حاسم الدوري خلاص تقريبا، يعني لسه ست نقاط ان شاء الله، يعني ماتشين النهارده وماتش يوم الاتحاد يوم الاثنين، فانت خلاص يعني راجل تقريبا شبه الدوري محسوم. يعني انا شايف ان الراجل المفروض ان هو احنا اتكلمنا فيها قبل كده ان لازم يثبت تشكيله كابتن ويثبت خطه، ان هو على اساس ان الناس كلها تنسجم مع بعضها، الناس كلها تقدر تشتغل على الحاجات التكتيكيه اللي هيقدروا يعملوها في ماتش الوداد. حته فرود واحد دي انا شايف ان هي مناسبه جدا. ممكن الراجل الفتره اللي فاتت كان مثلا بيكافئ مروان على اساس ان هو كان متالق الفتره اللي فاتت، ولما نزل جاب احرز هدف، والماتش اللي بعده احرز هدف، فطبيعي لازم الراجل برضو لان مروان كانت الثقه مفقوده منه، فكان لازم الراجل يكافئه، لازم يدخله او يرجع له ثقته تاني ان هو يبقى موجود، لان طبعا مروان كلنا عارفين ان هو
راجل برضو عنصر من العناصر الاساسيه في الفرقه، ولا خلاف عليه ان مروان لعب كويس ومؤثر، لكن كان بيمر بظروف خارجه عن ارادته الفتره اللي فاتت، هو ما كانتش ماشيه معاه، وبتحصل لاي لعيب كوره يعني. لكن التشكيل ده كلنا اتكلمنا برضو المباراه اللي فاتت ان الشوط الاول كان، انا قلت حتى قلت ان هو كان اسوا شوط من للنادي الاهلي من فتره كبيره جدا، ولكن اتغير الوضع بعد نزول قفشه وبعد نزول وليد سليمان، بدا يبقى ليك شكل، بدا يبقى ليك طريقه لعب الناس كلها حباها، حتى اللعيبه كان في اريحيه في 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 في, في ادائهم في الشوط الثاني لما نزلت. ولكن شفنا بدري المباراه اللي فاتت بالذات كان بيسقط تحت قوي، يمكن كان بيسقط لحد نص الملعب. ما هو يعني. بص يا كابتن، هو انا 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 متاكد ان هم مروان وبدري مش مرتاحين مع بعض، ده اللي انا حاسه يعني. انا ممكن لعبت في المكان ده وعارف كويس قوي، انا لما اكون فرود بنزل كتير يبقى بحس ان انا عليا ضغوط، او ان انا مثلا مش مرتاح، فبحاول ان انا اظهر نفسي، او ان انا عايز الكره تجيلي كتير. فانت وقفتك مع مروان حتى اتكلمنا فيها، كان في كوره بتتلعبت الاثنين اتحركوا غلط، او كان تقريبا الشيخ او مروان اه بالظبط فتحركوا غلط، فواضح ان هو مفيش تفاهم، لانه ما لعبوش على الطريقه دي كتير، او ما لعبوش مع بعض كتير. حته بادجي ان هو كان بينزل كتير فعلا كانت بتحصل، وبرده مروان كان بيعمل نفس الطريقه، كان بينزل كتير يستلم كتير، لكن الكيمياء مش راكبه. انا شايف ان الكيمياء بتاعه بادجي وبتاعه مروان مش راكبه ان هم يلعبوا باثنين فراوله. انا شايف النهارده ان شاء الله مع فرقه الاسماعيلي، ان فرقه الاسماعيلي فرقه كوره، وفرقه محترمه جدا، وفرقه من اللعيبه زي ما حضرتك قلت يعني، اللعيبه كلها تحب ان هي بتلعب الماتشات دي، وبتلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي. فانا شايف ان المباراه هتبقى مباراه النادي الاهلي يقدر يشتغل عليها كويس، يقدر يحط النهارده اسس عليها كويس قوي، ان هو يقدر يحط تشكيل مناسب للماتشات اللي جايه. مجدي قفشه وجوده قلنا مهم، لكن طبعا كلنا يعني جيراردو نفس الوضع برده موجود، مع ان برده في يعني مش هو جيراردو اللي النادي الاهلي كان معتمد عليه ان هو يجي ويكسر الدنيا، ولاعب محترف محسوب عليك لاعب محترف، لكن احنا كلنا طبعا واقفين جنبه وبنسانده لحد ما يقف ويرجع فورمته تاني، او ان هو يبقى موجود ويبقى جدير ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. انا كنت شايف النهارده كان الشيخ انسب ان هو يبقى موجود، لان الشيخ الفتره اللي فاتت كابتن عادل كان بيقدم بشكل كويس. بس انا هقول لك حاجه في موضوع جيراردو ده النهارده، ويمكن انا كنت من ضمن المؤيدين ان جيراردو يلعب النهارده. ليه بقى؟ لو بصيت على اداء النادي الاسماعيلي هتلاقي فيه مساحات كبيره جدا 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 في القلب وفي الاطراف. يعني النادي الاهلي النهارده محتاج بعض السرعات، تمام، وخصوصا على الاطراف. فاعتقد ان وجود جيرالدو النهارده ممكن يفيد النادي الاهلي في الحته دي. يعني حضرتك بتراهن عليه النهارده؟ يعني انا براهن على جيرالدو في حاجه واحده بس، سرعته وان هو ممكن يستغل الحتت الفاضيه اللي في قلب وورا نادي الاسماعيلي اللي هو المدافعين. كلامك لان ده خلي بالك هم داخل فيهم 32 جول، عايز اقول لك ان مثلا ممكن فوق ال 20 جول داخل من عن طريق الكور الطويله اللي ورا من ورا الباكين. بالظبط، تمام. طبعا هو بيمتاز بالسرعه طبعا جيراردو، لكن برضو احنا مهم الفينش. انت لعيب سريع وكل حاجه وقوي، لكن الفينش بتاعك ضعيف، فانت كل مجهودك ده لازم تستثمره ان انت يبقى اخر لمسه ليك ايجابيه. فطبعا احنا كلنا مفيش خلاف عليه ان هو لعيب عنده امكانيات كويسه جدا، لكن محتاج ان هو يستغلها كويس. طبعا كلنا احنا مش ضده ولا حاجه، احنا هنا عشان نساعد اللعيبه كلها، ولما يكون في حد ناقصه حاجه بنحاول ان احنا نصححها له، او يعني بنتكلم معاه فيها. الجون بتاعك جون ايه؟ الجون بتاع كابتن ايمن بالاسماعيلي. ما شاء الله كابتن ايمن جبت جوان كتير برضه، ما مش وحش يا ولد. فين الجون بتاع السمرا؟ انا جايب جون بدماغي برضه. لا طبعا ماتشات من الماتشات الحلوه كابتن، اي لعيب. طب ما تعدلنا الجول بتاع يا جماعه مره ثانيه، مش معقول كده، ما شفناهوش. ماتشات فرقه الاسماعيلي فرقه طبعا 3-0. فرقه الاسماعيلي فرقه من الفرق المحترمه جدا. بس عايز اقول حاجه، ان النادي الاسماعيلي بالقامه الكبيره بتاعت النادي الاسماعيلي بقاله 19 سنه ما خدش بطوله. صحيح. يعني دي حاجه برضو الناس لازم تعرفها، ان النادي الاسماعيلي فرقه كبيره جدا في افريقيا مش في مصر بس. حته ان انت 19 سنه دي يبقى كده عندك خلل كبير جدا. ده اخر بطوله دي خدوها كانوا مع الكابتن محسن صالح تقريبا. 19 سنه دي كنت انا لسه صغير برضه، من زمان قوي. يعني 2001 حضرتك بتتكلم في كتير، 19 سنه كتير قوي كابتن. يعني اكيد في مشاكل كبيره جدا في النادي الاسماعيلي. اتمنى طبعا ان الناس في الاسماعيليه او مجلس اداره النادي الاسماعيلي ان هو
يحل المشاكل بس دي. بس هو نادي الاسماعيلي نادي كبير، واحنا اصلا طبعا الانديه الكبيره دي بيصعب علينا قوي انها بتمر مرحله انعدام وزن وبتخش فيها السنه في الثانيه في الثالثه، فهي هل هي مسؤوليه اداره، مسؤوليه لعيبه، مسؤوليه مدربين فنيين؟ اول حاجه الاداره طبعا يا كابتن، الاداره، لان الاداره انت بتتكلم في قياده هي اللي قايده النادي. اول حاجه الاداره لازم توفر كل حاجه للعيبه، ولازم قراراتك، لان كان احنا طول يعني الفتره اللي فاتت دي كلها بنشوف قرارات لاداره النادي الاسماعيلي، قرارات كلها سلبيه بصراحه. اللعيبه برده اللي بتيجي النادي الاسماعيلي، في لعيبه كانت بتيجي يعني انا اتعرض عليا النادي الاسماعيلي قبل كده كتير، وعارف ازاي الوضع ماشي هناك. في مشاكل ماديه كبيره جدا هناك في النادي الاسماعيلي بقالها فتره كبيره، واللعيبه كانت بتشتكي من الموضوع ده. احنا طبعا النادي الاسماعيلي برده يعتبر مناسب منافس لينا للنادي الاهلي، لكن احنا زي ما حضرتك قلت النادي الاسماعيلي برده احنا برده في حته ان بيصعب عليك ان فرقه كبيره زي النادي الاسماعيلي يا كابتن اسامه تكون في الوضع ده. انت بتتكلم النهارده في المركز التاسع تقريبا، مش ده النادي الاسماعيلي خالص يعني. فانا بتمنى طبعا النهارده اهم حاجه المباراه تكون تليق بفريقين زي النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، والنهارده نشوف مباراه كويسه وممتعه، واتمنى ان النادي الاسماعيلي ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في مكان احسن من كده ان شاء الله باذن الله رب العالمين. قبل ما نرجع لك يا كابتن اسامه هنروح لزميلنا محمد توفيق ملعب المباراه ونشوف منه اخر الاخبار والكواليس. نرحب بيك مره ثانيه يا محمد. اهلا بيك كابتن ايمن. ايه اخر الاخبار عندك يا حبيبي؟ مساء الخير يا كابتن ايمن. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك مره ثانيه وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن بالفعل وصل الفرقتين ونزلوا للتمرين للتسخين اللي قبل المباراه دلوقتي حالا. النادي الاسماعيلي يمكن بناكد على ان اللي بيقود النادي الاسماعيلي النهارده فنيا هو كابتن احمد العجوز وكابتن محمد حمص. المدير الفني هيرون ريكاردو وصل اول امبارح في ساعه متاخره، اجتمع بالفرقه امبارح وسافر معاهم اسكندريه، هو متواجد بالفعل في ملعب المباراه لكن هو موجود لمشاهده المباراه فقط وتقييم الفريق، لكن ملوش تدخل في اي نواحي فنيه. المباراه بيقودها فنيا كابتن احمد عجوز، كابتن محمد حمص، كابتن سعفان الصغير. يمكن كمان المدير الفني الجديد للفريق عقد اجتماع مع اللاعبين امبارح بالامس في فندق الاقامه واكد عليهم، قال لهم لو عايزين تصالحوا جماهير الاسماعيليه دي فرصتكم امام النادي الاهلي. مباراه النادي الاهلي جمهور النادي الاسماعيلي بيستناها من سنه للسنه، بتبقى مباراه مهمه جماهيريا داخل مدينه الاسماعيليه. ممكن لو في حاله تحقق نتيجه كويسه امام النادي الاهلي ده هيصالحكم كتير جدا على جماهيركم. يمكن متابعه تمرينات النادي الاسماعيلي، يمكن اخر تمرين او التمرين الرئيسي النادي الاسماعيلي يوم الاربعاء كابتن ايمن كان في تركيز تام من الجهاز الفني على التمركز الدفاعي للاعبين. يمكن كابتن احمد العجوز ركز في اخر تمرين على تمركز الفريق بدون كره، كذلك لاعبي الجنبين تم التركيز على اتقانهم للكرات العرضيه والتسديد من مناطق بعيده، ودوت يكون احد الحلول المطروحه للفريق. يمكن ابرز الغيابات عن النادي الاسماعيلي النهارده باهر المحمدي للاصابه، محمد صادق، محمد هاشم، واحمد ايمن. زي ما بتاكد حضرتك وضيوفك الكرام في الاستوديو، الاهلي والاسماعيلي بغض النظر عن مركز الفريقين في البطوله، لكن هي مباراه كبيره بين فريقين كبار، ان شاء الله نتمناها مباراه تليق باسم فريقين من اكبر الفرق في مصر والوطن العربي، وان شاء الله النتيجه تكون لصالح النادي الاهلي والتتويج بثلاث نقاط، ويفضل ان شاء الله على حسم لقب الدوري الثاني وال40 ثلاث نقاط فقط. الكلمه ليك كابتن ايمن. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه، الاسماعيلي النهارده بيلعب 4-3-2-1، نادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1. تعودنا دايما في ماتشات الاهلي والاسماعيلي ان الغلبه لما بتبقى لنص الملعب الفريق دوت بيترجح كفته. طبعا نص الملعب عامه في اي طريقه لعب هو اللي بيعمل لك الاستحواذ، ودي حاجه مهمه جدا، لانك انت بتعمل استحواذ كويس غالبا بتبقى قريب انك تجيب جون، والحاجه الثانيه ما بتبقى مستحوذ يبقى ما فيش فرص عليك لان الكره معاك انت. فنص الملعب مهم جدا في اي طريقه لعب، ولكن اللي انا عايز اقوله النادي الاهلي قلنا 4-4-2 لما بيلعبها المدرب احيانا بيغير طريقه لعبه حسب معطيات اللعيبه اللي عنده، الإصابات اللي موجودة، نقص في مراكز معينة، ساعات أحيانا بيحس إن عايز يدي حد في ظروف. فإحنا قلنا مش الأساس بتاع النادي الأهلي 4-4-2، لأن 4-4-2 ليها شكل معين في اللعب. لازم تبقى أولا أي طريقة لازم الخطوط تبقى متقاربة جدا، بس 4-4-2 وفي وجود مروان وبادجي أسلوبهم واحد في اللعب، ما فهمش حد زي ما يوسف قال زي كهربا. كهربا يقدر يلعب راس حربة ويقدر يملى مركز 10 تاني يعني، لكن مروان وبادجي بيلعبوا بالاسلوب اللي هو التقليدي الراسين حربة القريبين قوي من الجون. انت سألت هاني
انت سالت هاني ليه بادجي بينزل نص الملعب كتير؟ بيهرب. ما هو غصب عنه لازم يعمل كده، مش بمزاجه. أي. لازم حد يبقى بيملى المنطقه اللي تحت راس الحربه واللي قدام الاثنين الارتكاز اللي هي بتعمل فيها الصانع اللعب شويه، زي ما قفشه هيلعب النهارده. فهم كانوا بيحاولوا حد فيهم يسقط تحت واحد. فالاسلوب بتاع 4 4 2 اللي احنا كنا بنلعب بيه لظروف معينه لماتشات بالنسبه لنا سهله نقدر نلعبها. بس عايز اقول لك حاجه، الفتره اللي فاتت مستر فايلر جرب طريقه 4 4 2 في اوقات كثيره جدا. مظبوط. ويمكن احنا اتكلمنا في الاستوديو التحليلي وقلنا ايه، يمكن هو ليه رؤيه معينه وبيحضر حاجه معينه لماتش الوداد. انا لما باجي في مثلا بلعب 4 4 2 لفتره وانا بفكر ان انا حاجه معينه لماتش الوداد، وبعدين اجي اغير ماتش واثنين وثلاثه، وبعدين اخش على ماتش الوداد واجي العب 4 4 2 ثاني، ما هو انا لازم ادرب اللعيبه على طريقه لعب معينه بحيث ان هم يحفظوها واقدر العب فيها الماتشات الصعبه. مظبوط. اي مدرب بيبقى ليه طريقه لعب اساسيه الاول، يعني في طريقه لعب اساسيه بتبقى انت شغال بيها، ودي غالبا كان مستر فايلر 4 2 3 1 اللي هو رجع ليها النهارده. 4 4 2 هو عملها تجربه للأجنحة كانت ناقصة عندك، وكمان يدي ثقة لمروان وبادجي إن ممكن يشوفهم في وقت بيلعبوا مع بعض، ممكن في جزء من المباريات يعملها. لكن هو الأسلوب بتاعه رجع له، اللي هو حط قفشة خلف بادجي ويمينه هيبقى جرالدو وشماله أجاييه وبيبدله. ولا تأجيل ماتش الوداد خلاه يلعب كده؟ لا لا، مش تأجيل ماتش الوداد، هو يمكن عرف من المجموعة اللي حواليه إن الإسماعيلي عنده استحواذ كويس في نص الملعب. هو شافهم هما فعلا اقرب، يعني نص ملعبهم والجزء الامامي هو اللي فيه الخطوره، هما عندهم ضعف شويه في 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 الخط الخلفي، فممكن يكون هو عايز يسيطر على نص الملعب. فرجع للشكل اللي هو 4 2 3 1. الاسماعيلي العكس، الاسماعيلي كان بيلعب الماتشات اللي فاتت 4 2 3 1 وكان حاطط مدبولي مع عبد الرحمن مجدي والشامي او بكيتا وقدامهم شلونج، وبيلعب عمر الوحش وعماد اتنين ارتكاز. النهارده زود مخلوف ارتكاز، مخلوف لعب بعض الماتشات، لكن انا بتكلم النهارده زود ارتكاز تالت عشان هو عارف انه ديفنسه في خلل، وكمان قوه النادي الاهلي. فريح مدبولي، رغم ان انا بقول ان مدبولي افضل حاله في لعيبه الاسماعيلي في المباريات اللي فاتت، ولعيب خطر جدا. يعني انا شايف قعدته ممكن هينزله الشوط الثاني او مع حسب مجريات اللعب، قعدته مفيده للنادي الاهلي لانه كان اخطر لعيب على ديفنس النادي الاهلي، هيبقى لانه بيعرف يفوت واحد ضد واحد، بيعرف يعمل ثرو. فهو النهارده لعب بثلاثه ارتكاز اللي هم عماد وعمر الوحش ومخلوف، وهيعتمد على سرعات الشامي غالبا بيلعب ناحيه الشمال، وعبد الرحمن مجدي، والاثنين بيسددوا كويس الاثنين. يعني ديفنس النادي الاهلي لازم ياخد باله من دي، عبد الرحمن مجدي والشامي عندهم القرار بتاع التسديد كتير من بره ال 18، وشلونجو طبعا هيبقى في الـ في الـ في الامام لوحده. فنص الملعب هيبقى فيه لعيبه كتير، بس انا برضو الجزئيه بتاعت يعني جيرالدو حتى الان ما اداش المردود اللي احنا كلنا نتمناه من لعيب محترف. وانا بضم صوت ايمن لصوت هاني، نتمنى ان شاء الله انه في الفترات الجايه يبقى افضل من كده ان شاء الله. اخيرا الطريقه، انا في تصوري الطريقه عمرها مش هي اللي بتكسب. يعني في فرق بتلعب 4 2 3 1، فرق بتلعب 4 3 3، في بتلعب 4 4 2. هو اللعيبه اللي عندك وحسن تنفيذهم للمهام اللي انت بتعملها في الطريقه. يعني في فرق كتيره في العالم بتلعب 4 3 3 بتجدها جدا، في ناس بتلعب 4 2 3 1 بتجدها جدا، في ناس بيلعبوا 3 4 3 وبيجدوها جدا. فهي إجادة اللعيبة والعناصر اللي عندك اللي تقدر تقوم بالطريقة بتاعتك هي دي الفيصل في الموضوع. يعني فنتمنى إن شاء الله، أنا شايف ماتش هيبقى كويس، لكن الطريقة دي هي الأوضح للنادي الأهلي. هنرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار عن مباراة الأهلي والإسماعيلي والأمور الفنية، ولكن بعد الفاصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكنا عايزين نسال الكابتن محمد على صراع الرغبات عند المدربين النهارده. يعني هل هو واحد نقدر نشوف مثلا محمد حمص النهارده بيطمع في المباراه وبيلعب بطريقه هجوميه؟ العجوز طبعا. العجوز هو يعني العجوز ومعاه حمص. العجوز وحمص. يعني بص، هو طبعا
فايلر اهدافه مختلفه عن احمد العجوز وحمص كجهاز مؤقت او يعني جهاز مساعد لريكاردو. ريكاردو النهارده بيشوف الفرقه، بيشوف اللعيبه، بيقيم الفرقه بقى على يعني قدامهم في الاستاد على الهوا زي ما بنقول. فدي هم جزء يعني بيشتغلوا على حاجه تانية خالص. طبعا عندهم الرغبه ان يفوزوا، عندهم الرغبه ان يفوزوا. اي فريق يا كابتن بيلعب النادي الاهلي بيبقى عنده الرغبه انه يكسب النادي الاهلي. عنده ظروف بقى، عنده مشاكل، عنده اصابات، بيغير جهاز، بكل جهاز ايا كان، بس في النهايه هو بيعمل على او هدف من اهدافه هو ان يكسب النادي الاهلي. فايلر طبعا هيعمل عامل معسكر في اسكندريه، يعني هم مش هيرجعوا، هم هيكملوا عشان المباراه يوم الاثنين غالبا مع الاتحاد، فبالتالي هو هيقعد هناك، فهو عايز ياخد الستة بونت عشان يرجع يبقى خلاص حسم الدوري من المباراه دي. هدف الثاني بتاعه انه يستمر في سلسله الفوز على اساس انه يحسم المباريات. النهارده بيجرب طريقه جديده، بيجرب طريقه جديده النهارده، وهي ان بقاله اربع مباريات او ثلاث مباريات بالظبط بيلعب بفرودين، بيلعب اليو باجي ومروان. النهارده رجع تاني للطريقه اللي هي بيلعب بيها 4-2-3-1، وممكن من خلال الطريقه دي برضو يعني خلينا نفكر مع بعض برضو، انتوا يعني برضو قول لي ان ممكن جونيور اجاييه يطلع راس حربه مع اليو باجي ويحط قفشه وجيرالدو. خلي بالك في ماتشات جديده جدا عمل كده، برافو عليك، يحط يحط قفشه ناحيه اليمين وجيرالدو ناحيه الشمال، وجيرالدو ناحيه الشمال ممكن يعمل كده. علي معلول فاكر لما انت كنا بنتكلم قبل كده وقلنا الاستوديو اللي فات واللي قبله ان جيرالدو بيلعب ناحيه الشمال مع علي معلول بالظبط، وكتير حط قفشه ناحيه اليمين، فممكن يغير الطريقه بتاعته ويرجع يلعب بنفس، بس بدل مروان واليو باجي بيلعب بمروان وجيرالدو. انما هو هدفه طبعا من المباراه زي ما قال الكابتن اسامه، يعني تتعدد الطرق او تختلف الطرق، بس في النهايه اهم حاجه مدى تنفيذ اللاعبين جوه الملعب، ده مهم جدا. الالتزام بتاع اللعيبه عنده طبعا اساسيات، وهي ان طبعا حمدي فتحي وأليو ديانج اتنين ماسكين لوسط الملعب، والحته دي مهمه جدا مع فريق زي فريق الاسماعيلي، لان انت عندك عمر الوحش، عندك محمد الشامي، عماد حمدي لعيبه كوره، محمد الشامي من اللعيبه الدريبلر و اللعيبه اللي بتقدر يعني تشد الفرقه زي ما بنقول، واحد ضد واحد بيقدر يفوت. عبد الرحمن مجدي برده من اللعيبه اللي بتقدر تشتغل واحد ضد واحد، لعيب اشول سريع، دريبلر كويس جدا، عنده قوه في ادائه، بيقدر يخش لجوه، شفناه في كاس الامم وشفناه مع الاسماعيلي كمان، بيقدر يحرز اهداف خصوصا لما بيلعب في ناحيته. شيلونجو طبعا مهاجم انا شايفه يعني يعني بقاله ماتشين دلوقتي، اول ما العجوز مسك راح مرجع، اول قرار خده او اول حاجه عملها انه عدل في الفرقه، راح مرجع شلونجو حطه كراس حربه عشان يبدا يظبط الفرقه ويظبط الريتم بتاع الاداء بتاعه. زي ما قلت لك في بدايه الاستوديو يا كابتن، انا شايف اضعف حته عند نادي الاسماعيلي هي حته المساكين، يعني بتتكلم في محمد عمار وابراهيم ابو اليزيد اتنين، يمكن التغييره في الحته دي كتير، ودي يعني اضعف حته في فرقه الاسماعيلي. لكن هدف فايلر هو الفوز، هو الوصول للهدف اللي هو البطوله في اسرع وقت، على اساس اني ما يبداش يجهد في اللعيبه ويرك في اللعيبه. بما اننا كنا بنتكلم على الاسماعيلي ومدينه الاسماعيليه الجميله، يمكن قناه النادي الاهلي كانت في الاسماعيليه وشافت اراء جمهور النادي الاهلي وجمهور الاسماعيلي، وهنروح سوا نشوف اراء الجمهورين ونرجع لكم مره ثانيه. ان شاء الله احنا نتمنى ماتش حلو، انا عشان هلاوي وبحب الاسماعيلي عشان الجهاز كله وحبايبي، انا اتمنى التوفيق للاثنين مع اني اهلاوي، بس عشان حبايب الجهاز الفني كله يعني اتمنى التوفيق للاثنين وماتش يطلع حلو. الاهلي هيكسب ان شاء الله 4-0 باذن الله عشان انا اهلاوي، اسماعيليه بس اشجع الاهلي،
بس ان شاء الله تبقى ماتش كويس يعني. وبرده كده كده مستوى الاسماعيلي ملوش دعوه بماتش الاهلي يعني، ممكن تلاقيه في الاهلي بيلعب ماتش جامد جدا ويكسب او يتعادل يعني. هي دي ماتش بغض النظر عن بقى مستوى الاسماعيلي خالص يعني، هم بيلعبوا كويس قدام الاهلي. احنا بنعتبر ماتش الاهلي دوت لوحده ده بطوله، يوم ما بنكسب بنحس ان احنا خدنا الدوري خلاص يعني، مش عايزين حاجه تاني. النادي طبعا النادي الاهلي نادي قوي، والنادي بطل افريقيا وبطل القرن، فدي بالنسبه لنا حاجه كبيره ان احنا نكسبه يعني. ان شاء الله باذن الله يعني، احنا توقعاتنا باذن الله يعني تكون النتيجه مرضيه يعني، وان شاء الله لصالح النادي الاسماعيلي، ونفسنا العلاقات ترجع تاني بين الاهلي وبين الاسماعيلي. وبعدين احنا فريق واحد يعني، احنا اهلي واسماعيلي ده فريق مصري يعني، فنفسي النتيجه تطلع مرضيه وجمهور الاسماعيلي يبقى راضي عنها، وان شاء الله خير باذن الله. الاهلي طبعا هيغلب ما فيهوش كلام، لو تعادل يبقى ربنا بيحب الاسماعيلي. دايما مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي بتبقى مباراه قويه جدا يعني، ودايما ما حدش بيتوقع نتيجتها، لكن نتمنى من الله عز وجل ان النادي الاهلي يقدر يحسم المباراه وياخد 3 بونت، يبقى كده فاضل لنا 5 ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نحسم بطوله الدوري قبل بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. هيبقى ديربي يستحق باسمين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، فرقتين كبار، وان شاء الله الاسماعيلي هيكسب 2-1 عمر الوحش وعماد حمدي ان شاء الله. هو هيبقى ماتش حلو ان شاء الله بين الاسماعيلي والاهلي، والتوقع هيبقى 2-1 للاهلي. خلينا صراحه يعني الاهلي هيكون اجمد، انا اسماعيلاوي واتمنى الاسماعيلي يكسب، بس الاهلي اقوى هيكسب. انا شايف ان المباراه تبقى قويه عشان الاسماعيلي فريق كبير، بس انا كاهلاوي انا شايف ان الاهلي المكسب ليه ان شاء الله يعني، الاهلي فريق اقوى، والنتيجه اتوقع انها تكون 2-1 للنادي الاهلي. الماتش هيبقى قوي جدا بين الاهلي والاسماعيلي، الاثنين فريقين كويسين جدا، بس اتوقع ان شاء الله الفوز للاهلي، والنتيجه هتبقى 3-1، واللي هيجيب الاهداف كمان بادجي وقفشه وليتسي. باذن الله انا شايف ان المباراه تبقى قويه جدا بين الفريقين، لان كل فريق فيهم من يعني من الفرق القويه جدا ان شاء الله، وشايف ان المباراه هتمشي يعني باذن الله للاهلي باذن الله طبعا، عشان اهلاوي ونحيي طبعا فريق الاسماعيلي، بس انا اهلاوي طبعا، وشايف ان الاهلي ان شاء الله هو اللي هيكسب، وهيكسب 2-0 باذن الله، وشايف ان شاء الله اللي هيكون ليهم الدور الكبير هو وليد سليمان، عشان طبعا انا بعشق حاجه اسمها وليد سليمان، وان شاء الله هيكون قفشه برده ليه دور كبير ان شاء الله. الطبيعي هو فوز النادي الاهلي يعني، انا اسماعيلاوي طبعا بس اعشق الاسماعيلي، وما اتمناش ان هو يتغلب، بس انا حاسس ان طبعا فوز النادي الاهلي. اتوقع 2-0 للاهلي طبعا، ها قفشه و ممكن وليد، الاثنين فريق قوي وليهم قاعده جماهيريه كبيره، فانا اتوقع 2-0 مروان محسن وليد سليمان. يمكن الاثنين مشجعين سواء الاهلي او الاسماعيلي اجمعوا على فوز النادي الاهلي، والروح الرياضيه العاليه اللي بيتكلموا بيها مشجعين الاسماعيليه لفتت نظري جامد جدا، لدرجه ان في واحد من احد المشجعين قال ان الاهلي والاسماعيلي فريق واحد، الاهلي والاسماعيلي بيمثلوا مصر. يمكن الحاجات دي ما كناش بنسمعها بسهوله زمان، ولكن تحس ان النبره اختلفت، تحس ان في روح رياضيه عاليه، تحس ان في تقبل بنتيجه المباراه مهما كانت. كابتن عادل، كنا عايزين نتكلم على الاوراق الرابحه في النادي الاهلي، ولو كلمنا على البدلاء، عشان من بعض البدلاء في اوراق رابحه. بدلاء النادي الاهلي علي لطفي، احمد فتحي، ايمن اشرف، محمود وحيد اللي احنا كلنا عايزينه يشارك، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا بعد غياب طويل، احمد الشيخ، مروان محسن. الاوراق الرابحه في المهام اكتر من ان احنا نقول اسماء، المهام الرابحه في ان انت النهارده مباراه النهارده محتاجه لعب كتير في ظهر المدافعين نادي الاسماعيلي، الحاجات اللي في ظهر المدافعين دي مهمه جدا، مش لازم تبقى كوره طويله على فكره، ممكن تبقى كوره في الثلث الاخير برده من ظهر المدافعين تشتغلها، حاجات الدبل باس زي المباراه اللي فاتت بين وليد واجيه، فالحاجات دي مهمه كتير اكتر من انت تسمي عنصر. المهم ان الحاجات دي تتعمل، والحاجات المهمه كمان الدفاعيه النهارده ان انت يبقى عندك، النهارده هتبقى هتقابل مشكله شويه مع عبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن مجدي بيلعب بيدخل جوه ملعب كبير، المنطقه اللي هي الهاف سبيس دي من احسن لعيبه مصر، بيدخل جوه ملعب كتير وبيشتغل كتير على ان هو تسديداته قويه، بيشتغل كتير جوه في الحته دي، فالحته دي محتاجه حاجتين، محتاجه يا اما يبقى عندك دبل بريس ما بين ما بين ديانج وعلي معلول، دي مهمه جدا، والنقطه الثانيه كمان لما علي معلول يدخل جوه الملعب محتاج برده اللي موجود ناحيته اذا كان جيرالدو او
جونيور اجاي كمل مع الباك رايت، ان دي نقطه مهمه جدا يعني فيها كل شغل النادي الاسماعيلي مع محمد الشامي. محمد الشامي كل شغله مع الاطراف ولكن بيقطع قطري كتير، بيقطع بياخد الكره القطريه من عبد الرحمن مجدي او من لعيبه نص ملعب كتير. فدي انا شايف الاوراق الرابحه في المهام في الشوط الاول، الاوراق الرابحه ممكن تبقى الشوط الثاني في الاسماء لكن في المهام دي نقط مهمه جدا لازم النادي الاهلي يشتغل عليها. كابتن هاني، الاوراق الرابحه في النادي الاسماعيلي. والله كابتن انا في حاجه ملاحظه ان الاوراق الرابحه في النادي الاهلي معظمها برضو على دكه البدلاء، ونفس الوضع للنادي الاسماعيلي. بدلاء الاسماعيلي محمد فوزي، محمد نصري، بيكيتي، محمود دونجا، احمد مدبولي، حازم مرسي، محمد حمدي زكي، هشام همام طارق، نادر رمضان. في احمد مدبولي لعيب كويس طبعا كلنا عارفينه، لعيب مهاري، لعيب بيقدر يشتغل على الجول بشكل كويس جدا. في حمدي زكي برضو على دكه البدلاء، لعيب طبعا كلنا عارفينه لعب في النادي الاهلي وبرده من اللعيبه المهمه للنادي الاسماعيلي. في عبد الرحمن مجدي طبعا كلنا ما فيش اختلاف عليه، لعيب مهم لفريق النادي الاسماعيلي. شيلونجو برده من اللعيبه السريعه اللي بتقدر تشتغل في مساحات كبيره وبيقدر يشتغل على جول كويس برده. فاتوقع النهارده ان المباراه يعني تكون مباراه تليق بفريق النادي الاهلي وفريق النادي الاسماعيلي. اتوقع النهارده هتلاقي في جري كتير يا كابتن، فكره لان هتلاقي في مساحات كتير جدا، مش هتلاقي النهارده اللونج بول مش هتلاقي، هتلاقي النهارده كل الكور على الارض، هتلعب على الارض، مش هتلاقي حاجات طويله النهارده. ودي حاجه كويسه ان الراجل النهارده مستر فايرال لعب بفرد واحد، يعني انت هتلاقي لعبك كله النهارده ان شاء الله باذن الله هتلاقي لعب على الارض، مش هتلاقي المساحات ضيقه. النهارده بتلعب في استاد برج العرب، ممكن بس الحاجه الوحيده اللي تقدر ان هي ممكن تضايق اللعيبه شويه حته الرطوبه، لان في اسكندريه طبعا الرطوبه بتبقى عاليه شويه. لكن اتوقع النهارده ان شاء الله بالتشكيل النادي الاهلي اللي موجود ده، النادي الاهلي هيقدر ان شاء الله يعمل مباراه طيبه واداء كويس، ونفس الوقت ان شاء الله نتيجه تطمنا للماتش الاتحاد ان شاء الله، ان انت تكون خلاص يعني فنشت الدوري باذن الله. طيب قبل ما نتكلم ونقول على توقعاتكم نتيجه المباراه، في اهداف ولا مفيش اهداف؟ طبعا زي ما انتم عارفين دايما النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول والبطوله فقط. بهذه المناسبه نتقدم بالتهنئه لفريق الكره الطايره بالنادي الاهلي بمناسبه تتويجه بدوري الكره الطايره لهذا الموسم الصعب قبل نهايه البطوله بجوله، بعد فوزه على طلائع الجيش 3-1 وبيرفع رصيده ل 60 نقطه، وبيكون لقائه الاخير امام الزمالك يوم الاثنين المقبل تحصيل حاصل. وعلى فكره ده مش جديد على فريق الاهلي للكره الطايره، لانه دايما مسيطر على كل الارقام القياسيه في الدوري. بنتمنى اليوم التوفيق في بطوله كاس مصر اللي بينافسوا عليها بقوه كعاده كافه فرق الاهلي في كل الالعاب. كابتن اسامه، توقعاتك للشوط الاول، في هنشوف اهداف؟ لان انا شايف ان خط ظهر الاسماعيلي خبرتهم ضعيفه جدا. عمار والبدري لعيبه كويسين، وابو اليزيد وسامة طبعا عنده خبرة، وحتى الحارس. فأنا شايف أنه ما عندهمش صلابة دفاعية قوي، فأتوقع الأهلي هيجيب أجوان في الشوط الأول. هنشوف أهداف كابتن محمد؟ أتوقع هنشوف أهداف، ولكن في نفس الوقت لابد ناخد بالنا من الهجمة المرتدة، لأن سرعات الشامي وعبد الرحمن مجدي في الحاجات المرتدة، لأنه حاطط مخلوف وعمر الوحش وعماد حمدي ثلاثة ارتكاز، فممكن يكون العجوز النهارده عامل مصياده للنادي الاهلي زي ما بنقول، فخ النادي الاهلي انه يقفل ويلعب على المرتدات ويستغل السرعات. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقفل الحته دي ونبقى مأمنين حته الدفاع ان شاء الله، خصوصا من عند عبد الرحمن مجدي لانه لعيب من اللعيبه الكويسه. لما نشوفها هنشوف اهداف ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عادل، هنشوف اهداف الشوط الاول؟ المباراه تبقى مفتوحه، اعتقد ممكن تشوف اهداف بدري النهارده. كابتن هاني، هنشوف اهداف الشوط الاول؟ اتمنى يا كابتن، لان طبعا احنا انت عارف الماتشات اللي فاتت كلها الاهداف بتيجي كابتن. الماتش اللي فات جه في الدقيقه 85 فاحنا بنقعد في الاستوديو بنبقى طبعا يعني بنتعذب، فاتمنى النهارده ان شاء الله الماتش يخلص من بدري ان شاء الله باذن الله. وكل التوفيق للنادي الاهلي، وزي ما عودناكم اعزائي المشاهدين هنتقابل. يبقى في تغيير حصل دلوقتي، ان ايمن اشرف دخل مكان ياسر ابراهيم صف التسخين. لسه جاي لنا دلوقتي تغيير، ايمن اشرف مكان ياسر ابراهيم. وان شاء الله زي ما عودناكم هنتقابل بعد الشوط الاول، وهنطلع كلنا بعد الشوط الاول مع نجومنا الكبار للتحليل السريع لاحداث الشوط الاول لمباراه الاهلي والاسماعيلي. كل التوفيق للنادي الاهلي بالفوز ان شاء الله.